صباح الخير. النهارده هنتكلم على البافر اوفر فلو. خليني اكبر السكرين. الموضوع كله والستابس كلها، خليني اوري لك السلايدز، يعني اللي فيها الاكواد وكده. بص، طبعا انت زي ما انتم عارفين كل مره تقريبا الباوربوينت بتاعنا بيبقى تقريبا مثلا فوق ال 200 سلايد، ده مع سلايدز متحركه كله يعني حوالي 160. وزي ما انت شايف كده انا كتبت بالليل الاكواد في حوالي مثلا 5 6 سلايدز. الموضوع بسيط جدا، فانت لو عايز بس تنفذه هيبقى الموضوع سهل. يعني كتبت هنا، تحمل بس، كتبت هنا انا مين بيطلع البريزنر مود. لحظه واحده، خليني اعملها من ال مش بريزنر مود. طيب هو بيطلع بريزنر مود، ما علينا. يعني هو يعني انا كتبت هنا الاكواد اللي هتنفذ في الاخر، وبعدين كمان كتبتها بالطريقتين، بالطريقه اللي هو بتاعت سايبر منتور عاملها، تمام؟ يعني كتبت انا بالطريقه بتاعتي، تمام، وكتبت كمان الطريقه اللي هو عاملها، يعني عشان الاثنين يبقى مرجع بالنسبه لكم. فيعني حوالي 10 سلايدز بس، يعني اكواد خفيفه جدا، ومش الموضوع يعني هيبقى فيها يعني هيبقى فيه اي صعوبه يعني. بس طبعا قبل ما نتكلم في الاكواد هنيجي على هنتعلم النهارده حاجات كتيره على الميموري، هنتعلم النهارده حاجات كتيره جدا على الاسمبلي، هنتكلم النهارده يعني هحاول برضو ما اتكلمش قوي او باستفاضه يعني على البوينترز وحاجات زي كده، لان يعني ممكن تتوه يعني، بس برضو هنتكلم عليها يعني. طيب نبتدي. خليني ابتدي من اول سلايد. طيب شوفوا بقى، البافر اوفر فلو. قبل ما نتكلم طبعا عن buffer overflow احنا محتاجين نفتكر زمان ان الكومبوننتس بتاعت الكمبيوتر حاجات كتيره جدا زي ما انتم طبعا عارفين، بس اهمها ارجع خلينا نفتح بس الانوتيشن، اهمها السي بي يو، تمام، وال لحظه مش عارف الماوس عندي. لحظه واحده، لحظة عندي بس أشيل الانوتيشن. بالظبط، أهمها السي بي يو والميموري. طبعا الانبوت والاوتبوت ديفايسز والأمثلة بتاعتهم، تمام، أنا معاك في كل ده، بس طبعا المهم أكتر بالنسبة لنا دلوقتي هو السي بي يو والميموري. طيب السي بي يو والميموري، طبعا احنا بس كنا بناخدهم ان دول جزئين بس في الكمبيوتر وكده. طبعا احنا مش هنتكلم على الادرس على الباسز ولا الكلام ده خالص، يعني مش هتكلم على الجزء ده خالص دلوقتي. احنا كله هنتكلمه على السي بي يو، تمام. السي بي يو طبعا مكونه من ثلاث حاجات رئيسيين: الكنترول يونت، تمام، ده الجزء اللي هو العقل اللي هو بيتحكم فيه الجهاز، او يعني اي انستراكشن اي حاجه بتحصل بتبقى عن طريق الكنترول يونت، ده اللي بيتحكم فيه الجهاز. والاريثمتيك اند لوجيك يونت ده الجزء اللي بيتم فيه الحاجات العمليات الحسابيه والحاجات دي كلها. وفي بقى جزء بسيط عندنا تاني اسمه ريجسترز، ده مهم جدا جدا جدا، ده يعتبر وحده تخزينيه تانيه هي ميموري، تمام، بس صغيره على السي بي يو. اي عمليه حسابيه او اي حاجه، برغم ان انت عندك الهارد درايف لما بتيجي مثلا تعمل حاجه او بتشغل برنامج، البرنامج ده بيحجز مكان في الميموري هنا. كمان لما العمليات الحسابيه بتاعت البرنامج ده او وات ايفر بتشتغل، السي بي يو كمان بيستخدم ميموري عنده، هو بيستخدم ذاكره عنده هو. هقولها لك بشكل بسيط خالص، هنقول مثلا ان في نجار مثلا هيشتغل مثلا عندك في البيت، تمام، الهارد درايف هو بالظبط العربيه بتاعته اللي فيها الحاجات بتاعته، فهو بيجيب الحاجات من العربيه بتاعته ويحطها
في شنطة عشان يدخلها عندك في البيت، أو يعني عشان تبقى هاندي بالنسبة له جنب. دي الميموري، الشنطة اللي بيحط فيها الحاجات والكلام ده كله، اللي بيطلع منها الحاجات اللي من العربية دي تعتبر الميموري. لكن النجار كمان في حاجات بتبقى هاندي جدا جدا بالنسبة له، عايز يستخدمها على طول، فبيحطها جنبه، بيحط مثلا اللي هو القلم في ودنه، الكلام ده كله. ده ريجسترز. فالريجسترز دي وحدة تخزين تانية أقرب للسي بي يو من الميموري، وبيخزن فيها الحاجات المهمة جدا جدا. طيب نكمل. طيب بالنسبة للريجسترز دي مهم قوي، يعني مش مهم طبعا نعرف بقية الحاجات على ما قد نعرف إن في أنواع طبعا من الريجسترز، أهمهم الجنرال بيربس والإي آي بي. بس أعرف بس الثلاثة دول، الإي إس بي والإي بي بي والإي آي بي، دول المهمين بس تعرفهم. في أكتر من كده؟ أه طبعا في أكتر من كده، بس هم دول أهم ثلاثة إحنا محتاجينهم النهاردة. طيب يبقى تاني الكمبيوتر، تمام، في سي بي يو طبعا وفي ميموري، في السي بي يو بتاعتي وفي الميموري. السي بي يو اللي النهارده هنبقى محتاج نتكلم عليه او محتاجينه الثلاثه دول، الثلاث حاجات دول. الميموري طبعا هنتكلم عليها طبعا النهارده باستفاضه برضو، بيبقى جوه الرام محجوز للبرنامج او الفانكشن اللي هنشتغل عليها، جزء بنقول عليه الستاك، وهتشوف شكله دلوقتي يعني. بس اهم حاجه اعرف ان النهارده احنا محتاجين الحاجات اللي بالاحمر دي بس. طيب نكمل. طبعا مش هتكلم على شكل الريجسترز دلوقتي عشان ما لخبطكوش، كل بس هقوله ان في انواع من الريجسترز على حسب السي بي يو معموله ازاي. في 32 وفي 64، طبعا دلوقتي عشان الاركتكتشر اللي موجود طبعا هو اللي فيه 64، ف الريجسترز اللي عندي بتبقى مساحتها 64 بيتس. مش هتكلم على دي دلوقتي لان انا عايز اوريكم حاجه تانية. بص هفتح بس دي، انا اسف طبعا، خليني اكتبها بهنا. بص بقى، اي حاجه انت بتكتبها باي برنامج، هنقول سي، هنقول سي بلس بلس، وات ايفر، يعني هي بتتكتب بهاي ليفل لانجوج. اللانجوج دي لما بيتعمل لها كومبايل بتتحول ل، خليني الاول برضو اعمل هنا السي بي يو بتاعي. تفتكروا السي بي يو بتاعي بيفهم ايه؟ بيفهم كلمات انجليزي ولا بيفهم ايه؟ ايه الشكل اللي بيفهمه السي بي يو؟ يعني ايه شكل الانستراكشنز اللي بيفهمها السي بي يو؟ 1 and 0. حلو خالص، الباينري، ممتاز جدا. الصفر والواحد. الصفر والواحد دي احنا اتفقنا قبل كده هنسميها ماشين لانجوج او ماشين كود، خلينا نكتبها كده ماشين كود، تمام؟ الصفر والواحد. طيب اما اللي انا بكتبه بالسي او سي بلس بلس او جافا او وات ايفر، ده مكتوب بايه؟ لا ده هاي ليفل، بيتكتب بلغه شبه مفهومه من الانجليزيه، يعني برنت ستاندرد اوتبوت انبوت، فده هاي ليفل. الكود اللي احنا بنكتبه ده بيتحول عن طريق كومبايلر لاسمبلي، اسمبلي لانجوج، assembly language. هتقول لي لا، طب هو الاسمبلي ايه علاقتها بالماشين لانجوج؟ لا الاسمبلي بقى هي تقريبا هي الماشين لانجوج بس معموله برموز. طب يعني ايه يا باهر؟ تعالى اوريك كده، تعالى اوريك كود كده عشان تفهم. انا لو حبيت اجمع رقمين في السي او السي بلس بلس، تمام، بكتبهم ازاي؟ مجرد ان انا سواء بعملهم initialize بفاريبل او ما بعملهمش initialize بفاريبل، كل اللي انا بعمله بحط الرقم الاولاني، تمام، هنقول مثلا، خليني اكتبها برضو بارقام، هنقول مثلا 3 زائد 4، صح كده؟ ده المجرد اللي بعمله سواء بالسي او بالسي بلس بلس او جافا او وات ايفر. طبعا بحطه جوه، ممكن احطه جوه فاريبل وات ايفر انا عايز اعمله يعني، بس دي العمليه الحسابيه، صح ولا لا؟ أظن يعني تمام، صح كده. طيب بص بقى الاسمبلي بيعملها ازاي؟ هوريك دلوقتي كود
بسيط للاسمبلي. انا دلوقتي مثلا عايز اجمع 3 و4 مثلا، وهنقول ان ده السي بي يو بتاعنا. شوف بقى، الاول بديله امر بقول له موف، موف الثلاثه دي للريجستر عندك، للريجستر عندك. الريجستر ده هنقول دلوقتي للتسهيل AEX. فهنكتب move، بنكتب الأول الـ destination ونكتب جنبيه 4، يبقى move الأربعة للريجستر اللي اسمه EAX. طيب وبعد كده أقول له move، تمام، الأربعة لريجستر تاني اسمه EBX. فهعمل كده move EBX، نحط فيها كام؟ انا اسف 3، تمام. بعد كده بقول له اد بقى ايه الاي اي اكس والاي بي اكس. احنا قلنا الاولاني هو الديستنيشن، يبقى الريجستر اللي جوه الريجستر ده هيتجمع على ده وهيتحط في الريجستر ده، يبقى الريجستر ده يتعمل له ابديت ويبقى 7. شوف الخطوات دي، احنا كده خدنا كام خطوه عشان نعمل العمليه الحسابيه الصغيره دي؟ 3. دي ده بقى الاسامبلي لانجوج، العمليه اللي احنا عملناها دلوقتي، تمام، اللي انت كنت بتكتبها بس في سطر واحد. خلي بالك ده احنا كمان ايه، احنا حطيناه في ريجستر على طول، ما عملناش انيشلايز ليف فاريبل ولا اي حاجه. اللي انت كنت بس ممكن تعملها 4 زائد 3 عملناها في 3 خطوات كده، تمام. هتقول لي طب ايه علاقه بقى الاسامبلي لانجوج بالماشين لانجوج؟ هي هيها، بس مجرد ان انا كان مثلا الموف هنقول ان هو رمزه في الباينري، بس احنا بنحوله للهكس ديسمال، يعني هنقول مثلا، يعني مثلا هنقول الموف دي مثلا هي 01000001 مثلا، فكان دي في الماشين لانجوج هيعوض عليها بالرقم ده، والاي اي اكس هيعوض عليه بالرقم بتاعه، والاربعه مثلا اللي احنا عارفينها اللي هي 001 000 and whatever يعني. فالاسامبلي لانجوج نفس الخطوات ونفس التعبير بتاعها بتاع الماشين لانجوج، احنا بس بنحط ليها اشكال بس اللي الكومبايلر بتاعنا او الاسامبلر بتاعنا واللينكر بيفهمه، لكن نفس عدد الخطوات نفس الكورسبوندنس. يعني لو انت كتبت في الاسامبلي هم هيبقوا 3 خطوات، يبقى الماشين لانجوج هيبقى برضه 3 خطوات، تمام. الفرق الوحيد ان احنا بس هنعوض دي بالقيم بتاعتها بالباينري تاني بس كده. طيب تمام، هنتكلم برضو على الاسامبلي ما تخافش يعني، بس احنا بس قلنا ايه، نوريكم شكل الاسامبلي. خلينا نشوف، نحاول نخش. طيب عم بس اكسبت. طيب تمام، نرجع تاني للشاشه بتاعتنا. طيب لغايه دلوقتي الموضوع سهل ولا في اي صعوبه؟ لغايه دلوقتي سهل؟ كويس شغال. طيب شغال تمام، نكمل. اللي فيه يعني لو اللي حاسس ان في اي مشكله يقول، لان طبعا انا عارف ان الموضوع برضو هيبقى ملخبط، تمام؟ بس في اخر المحاضره النهارده هتلاقي لا انا فهمت الموضوع يعني. طيب تمام، ده برنامج كتبته، وطبعا عشان ما فيش سترينجز في السي، فانا جبت لايبرري مكتوب فيها السترينجز، بس دون وري بقى يعني الـ موجود فيها ولا لا دلوقتي. خليني افتح دي. ده برنامج بالسي، طبعا من غير ما تبقى انت عارف السي قوي يعني، انت ممكن تقدر تقول المين فانكشن بتاعتي هي دي، تمام. طيب ال 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 البرنامج ده بيعمل ايه؟ حد ممكن من غير ما تبقى عارف الاكواد، البرنامج ده تفتكر بيعمل ايه؟ print الايه؟ hello name، اسم الشخص. ممتاز جدا، هو الاول بيسالك على اسمك، تمام، وبعد كده بيقول لك اسمك ايه، هلو والاسم، يعني هو بيسالك على اسمك وبعدين
طبعا انت بتكتبه، هنقول مثلا انت كتبت مثلا باهر مثلا، تمام، كتبت باهر، فبياخده ويحطه في variable اسمه name، وبعد كده يحط يطلع لك على الشاشة hello، تمام، باهر. طبعا كما هو حط، انا حط هنا كما، تمام، حلو خالص. طيب تعال كده نشوف شكل البرنامج ده بيبقى عامل ازاي. بص بقى، البرنامج ده عشان الماشين تفهمه او اي كمبيوتر يفهمه بيمر باربع مراحل، تمام. اول مرحله هي البري بروسيسنج. البري بروسيسنج دي هو مجرد ان هو بيتاكد ان الاكواد فيها اللايبريز دي، الاكواد مكتوبه صح، كل الكوماز او السيمي كولنز او وات ايفر موجودين ولا لا. طيب حلو، دي اول حاجه. طبعا بيقارنهم كمان باللايبريز اللي عنده. هتقول لي ايه الاصفر اللي هو اللي فوق ده باهر؟ الاصفر اللي فوق ده هو جايب الفانكشن اللي انت قايلها، تمام، اللي هو جت سترينج من اللايبرري اللي موجوده. خليني ارجع بس تاني لحظه واحده. حلو خالص، الجيت سترينج دي فانكشن موجوده عنده في الهيدر فايل ده او في الملف اللي هو اسمه سي اس اتش، تمام. فهو بيعمل بيدور على ده جوه الملف ده، تمام، لانه مش اللي انت مش كاتبها دي، انت جايبها من هيدر فايل مكتوبه ليك جاهزه. في حاجات احنا لما بنيجي نكتبها في اي برنامج مش بنكتبها من الصفر، هي مكتوبه جاهزه وانا بس مجرد ان هي بتبقى معايا يعني. طيب والبرنت اف اللي هي الثانيه برضو جايبينها من اللايبرري بتاعت الستاندرد انبوت اوتبوت اللي هو الاصفر دي. طيب نكمل بعد كده. احنا حطينا او عوضنا او جبنا الحاجات اللي مستخدمه وحطيناها في الملف ده، او حطيناها يعني مع الملف ده. طيب ابتدي بقى اعمل له كومبايلنج. كومبايلنج هنا بقى زي ما انت شايف كده بيتحول الكود اللي احنا كتبناه لايه بقى؟ بيتحول لايه؟ اللغه دي تفتكروا اسمها ايه؟ ها؟ اسمبلي. بيتحول لاسمبلي لانجوج. خليني ايه اعملها هنا؟ اسمبلي لانجوج، تمام؟ والاسمبلي لانجوج دي زي ما انت شايف موجود فيها ريجستريز، موجود فيها بعض الحاجات. انت مش محتاج تعرف ده كله دلوقتي، اللي انت محتاجه يعني تعرفه هنمر عليه يعني مرور الكرام يعني واحده واحده يعني قدام. طيب ماشي تمام، يبقى بتعمل له كومبايلنج وبيبتدي يتحول لاسمبلي. ماشي، وزي ما انت شايف دي المين فانكشن بتاعتي، دي المين فانكشن بتاعتي، وجواها طبعا كان في اثنين فانكشنز ثانيه، اللي هو كان في واحده اسمها جيت سترينج والثانيه كان اسمها برنت اف. ماشي، ده بقى الـ 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 الاكواد بتاعه الاسمبلي لما بيتعامل مع الريجسترز بتاعتي. واكيد انت دلوقتي بدات تاخد بالك ان في حاجه اسمها اي اي اكس واي دي اي والكلام ده كله، مش محتاج تحفظها دلوقتي، بس افهمها، افهم بس ان دي اماكن بيتخزن فيها الاماكن سريعه يعني على البروسيسور نفسه، بيتخزن فيها القيم اللي عندي او اللي انا محتاجها على طول يعني. طيب تمام، بعد كده الاسمبلي لانجوج ده بيتحول لماشين لانجوج. كل حاجه احنا كاتبينها هنا بتتحول للباينري بتاعها، بتتحول للباينري بتاعها. يعني مثلا هنقول ان مثلا الانستراكشن ده مثلا يعني هو الريبرزنتيشن بتاعته في الباينري 0 1 1 0 0 1 1 1 whatever يعني، تمام. فهيبتدي يتحول كل واحده من دول للباينري بتاعها، كل انستراكشن عندي للباينري بتاعه، تمام. وبعد كده ارجع هنا تاني، وبعد كده طبعا بيتحطوا جنب بعض. يعني مثلا هنقول ان ده الانستراكشن الاولاني، ده الثاني، ده الثالث، وهكذا، تمام. طيب اللينكن بيعمل بعد كده ايه؟ يعني انت قلت في حاجه اسمها بروسيسنج كومبايلنج وفي اسمبلي. طب اللينكن ده بقى ايه؟ مش احنا قلنا ان دي مثلا جايه من ملف يعني انا مش انا اللي كاتب جيت سترينج. جيت سترينج دي فانكشن كانت موجوده في هيدر فايل اسمه سي اس،
وبرنت اف موجوده في هيدر فايل برضو اسم او هيدر اسمه ستاندرد انبوت اوتبوت. ابتدي بقى اعمل لينك ليها، اجيب الحاجات اللي انا عايزها من الملفات دي، تمام؟ ده اللي هو اللينكن، يعني اربطهم ببعض، تمام؟ زي ما انت شايف هبتدي بقى اجيبهم من هنا واحطهم جنب بعض، احط ده جنب بعض، وبكده ده يبقى الاكسكيربل اللي انت بيجي لك في الاخر او الماشين لانجويج. طبعا لما احطهم جنب بعض كلهم ده بقى شكلهم، تمام؟ طيب في اي مشكله لغايه دلوقتي ولا الموضوع سهل؟ في اي مشكله؟ موضوع سهل باهر. ممكن نقول تاني السيكونس من الهاي ليفل دلوقتي بعد ما خلصنا كل ده، من الهاي ليفل ايه السيكونس بتاع من الهاي بص ليفل للماشين كود للكومبايلر للاسمبلي لانجويج؟ بص عايزين نحطها في سطر كده بس. اللي هم الثلاثه دول، البري بروسيسنج كومبايلنج اسمبلينج لينكينج، تمام؟ الخطوه اللي هي المهمه قوي اللي هي الكومبايلنج، تمام؟ طبعا هم كلهم طبعا مهمين، بس ده بيعمل تشيك كل حاجه موجوده مكتوبه صح الكلام ده كله. الكومبايلنج بيبتدي يحولها من خليني اكتبها من هاي ليفل لانجويج، تمام؟ كومبايلنج لاسمبلي لانجويج، حاجه تبقى شكل الماشين كود بالظبط، اللي هو خطوه بخطوه زي الماشين كود، تمام؟ طيب انا دلوقتي حولتها للاسمبلي، بيجي بقى اسمبلر يحولها لي لباينري، تمام؟ اللي هي المنطقه دي اللي هي صفار وحائد والكلام ده، لان هي اصلا بتبقى واحد، يعني مثلا بدل ما كلمه موف انا بعوض عليها مثلا ب 0 1 0 0 whatever، يعني بيبقى حاجه بسيطه جدا. طيب بعد ما اعمل كده، مش معظم الحاجات انا مستخدم libraries وحاجات كتيره، يعني مثلا ما انت مثلا هتكتب برنامج بايثون مثلا، في انت ممكن زي الفلاسك، فاكر الفلاسك والبايثون؟ في حاجات كتيره مكتوبه لي انا، ليه انا هكتبها من اول وجديد؟ ده بقى الخطوه الاخرانيه اللي هي اللينكن، اجيب الحاجات اللي انا محتاجها وبيحطها مع الكود اللي مكتوب، بحيث ان هو يبقى كل الاكواد مكتوبه عندي، تمام كده؟ تمام. طيب تمام ماشي نكمل. زي ما انت شايف خلاص اتحول كده لماشين لانجوج، وده انا اهو كتبت تاني اللي انا عملته من 3 دقائق، تمام؟ طبعا دلوقتي انت ممكن تقدر تقول تفتكر البرنامج ده بيعمل ايه لو انت كتبته في الاسامبلي؟ مين يقدر يقول لنا بقى البرنامج ده يكون بيعمل ايه؟ ممكن حد يقدر يقول؟ اتفضل بإيه؟ أنا ما سمعتش، أنا آسف. اتفضل. هاي خلينا نقول ممكن هو يحجز مكان في الميموري باتنين، أيوة، ويخلى عندنا اتنين، ويروح برضو للمكان في الميموري التاني اللي هي البي اكس، يحجز فيها أربعة ويخزنها أربعة ويجمع الاتنين على بعض يطلع على الفاليو 6. حلو خالص. الميموري اللي أنت بتقول عليها دي فين بالظبط؟ هو هيخزنها، يعني الميموري العادية من بتاعتي؟ الـ EA. الميموري بتاعتي العادية ولا الميموري اللي على الـ CPU؟ اللي على الـ CPU اللي جنبه اللي عشان على الـ CPU يستخدمه اللي على طول. اسمها، أيوه، اللي هي الريجستر. بالظبط بالظبط. تمام. هيخزن هو طبعًا، طلع لي البرنامج الانستراكشنز بتاعته وكل الكلام ده، وحط الأرقام هنا وكل الكلام ده، هتشوف دلوقتي شكلها عامل إزاي، بس عنده هنا مساحات تخزينية، تمام؟ اسمها ريجسترز. هيجي للريجستر اللي اسمه مثلا EAX، تمام؟ ومش مشكله تعرف ايه انه اللي بيتخزن فيه الكلام ده دلوقتي، يعني هو بس اعرف ان احنا محتاجين الاي اي بي النهارده والاي اس بي والاي بي بي. طيب فهيجي على الريجستر ده ويحط فيه الاثنين، ويجي على الريجستر الثاني اللي هو اي بي اكس ويحط فيه الاربعه، وبعد كده في انستراكشن ثانيه يقوم حاطط الاثنين على بعض، يجيب الاربعه يحطها على الاثنين هنا بقت 6، ويبقى هو ده اللي فيه الرقم 6، ده اللي هو الاسامبلي. طيب تمام. لو عايز يعني تعرف، اتفضل. عندي سؤال، انا اسف لقطع كلامك. اتفضل. يعني هو كل لغات البرمجه اللي هو السي بلس بلس والسي والبايثون الهاي ليفل لانجوج بيستخدموا الاسامبل لانجوج، صح كده؟ شوف، هو اعتبرها الماشين كود، لان
الجافا والحاجات دي، والحاجات دي ليها انتربريتر تاني تمام، بس في الاخر بتتحول ل ماشين كود، ده ما فيهاش كلام. بس في حاجات، في حاجات ممكن تبقى مستخدمه سبيشال انستراكشنز من الاسمبلي كود تمام. يعني حتى جافا، جافا عندها الابت اسف الباي كود هو يعتبر اسمبلي تاني يعني. فاعتبرها اعتبر ان كله بينزل تاني للاسمبلي. خلي بالك هو الاسمبلي هو يعتبر الماشين لانجوج، بس مجرد ما انا يعني بدل ما انا كنت هكتبها مثلا، يعني بص كده الثلاثة دول، بدل ما انا كنت هكتبها دي مثلا كده هتبقى مثلا كده مثلا، يعني مثلا هنقول ان ده الريبريزنتيشن بتاعه ده مثلا، هو ده الماشين كود انا كتبته بالهكس، وهقول لك دلوقتي ليه انا كتبته بالهكس. بس يعني كل خطوه انا بعملها في الماشين كود هي بالظبط اسمبلي. لذلك احنا لما يبقى عندنا اي برنامج انا ما عنديش كود بتاعه السي، وده اللي هنتكلم عليه النهارده، انا عندي السي البرنامج اللي انا كتبته قدامك ده، هل انا اقدر عن طريق الاي اكس اي فايل اقدر اجيب الكود بتاعه؟ هل حد يقدر يجيب الكود بتاع اي برنامج كتب قبل كده؟ خليني افتح بره لانجوج بالايه، قول تاني اسمبلي لانجوج. ايوه بالظبط، ما هو الاي اكس اي عندي، الاي اكس اي عندي اللي معمول في اللينكن ومعمول فيه كل الكلام ده تمام، موجود موجود ان هو بالباينري او بالماشين لانجوج. طيب ما هو انا لو انا اطلع بس بالظبط، طيب ما هو انا لو جبته بالماشين لانجوج خلاص، مجرد بس ان انا هعوض على القيم اللي موجوده عندي اللي انا كتبتها من دي اللي هي الاو اكس مش عارف ايه كذا 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 طبعا لغايه الاخر، مجرد ان انا اعوض عليها بالكلمه المقابله ليها او بالانستراكشن المقابل لي كده خلاص انا بقيت في الاسمبلي لانجوج. يعني ايه يا باهر؟ يعني انت عندك اي برنامج، وده اللي هنعمله النهارده، انا ما عنديش الكود بتاعه، مش لما اجي اعمل رايت كليك على، خليني اوري لك هنا، هي دي الخطوه اللي كانت هتبقى بعد كده هقولها، بس كويس ان انت يعني سالت فيها. يعني افتحها دلوقتي اوريها لك على بال ما ده يفتح. خليني بس ايه اقول لكم كام حاجه برضو عشان تبقى انت واخد بالك. بص كده، بدل برضو ما انا او المبرمجين زمان والانجينيرز قال لك خلاص بدل برضو ما انا هكتب 1 0 0 يعني مثلا هنقول هكتب 16 مثلا، 16 دي اللي هي 0 0 0 هنكتب 8 بايت مثلا، ادي كام؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 تمام. 16 مثلا كنت هكتبها كده تمام. طيب 17 كنت هكتبها مثلا كده 1 2 4 8 لا انا اسف 16 هتبقى دي بالباينري، لو انت حولتها هتبقى كده صح. قال لك طب وانا ليه اكتبها طويله قوي كده؟ انا هستخدم حاجه اسمها الهكس ديسمال اللي هي بتبتدي من 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ال 10 هتبقى A وال 11 هتبقى B وال 12 بسي وبعد كده دي طبعا اي اف. طيب ادي 1 2 3 4 5 6 انا A B C D E F. طيب يبقى انا لو انا هكتب 16 اكتبها ازاي؟ ما هو من 0 ل 16، 16 اكتبها ازاي؟ 16 بالباينري احنا قلنا هتبقى شكلها عامل كده صح؟ هتبقى عامل كده بالهكس ديسمال بالنظام ده. 16 هنا انه رقم في دول؟ ادي واحد، ادي ده اول رقم، ده ثاني رقم، ده ثالث رقم وهكذا. يبقى رقم كام؟ الاف. يبقى انا بس هكتبها باف. طب لو انا هكتب 17، انا اسف خليني ارجعها ثاني. طب لو انا هكتب هنا 17 اللي انا كنت كاتبها من حبه هكتبها ازاي؟ بالظبط اف تمام وصفر تمام وهكذا تمام كده. طيب تمام تبقى واحد، انا اسف بس انت يعني فهمتها. فانت لو شفت مثلا في اي كلمه مكتوبه مثلا اف اف يبقى انت عرفت احنا كده بدل ما كنا نكتب
الرقمين دول جنب بعض، ده 16 وده 16 صح؟ بدل ما كنا هنكتبه كده صح كده، انا كتبت رقم 1 2 3 يعني بغض النظر يعني محتاج اقعد اعد الاصفار اه كده تمام، بدل ما كنت هكتبه كده انت هتشوفه كده. طب انا هعرف منين بقى ان ده مش باينري او ده هكسا ديسيمال؟ بكتب جنبيه بس كلمه او اكس، هكسا ديسيمال يعني او اكس تمام. فانت لو شفت، لو شفت او اكس جنب اي رقم اعرف ان ده معمول بالنظام اللي هو السادس عشر يعني اللي هو 16 واحد. طيب تعالى بقى ايه ما دام انتوا سالتوا، افتح الكمبايلر بتاعي البرنامج بتاعي اهو اللي انا كاتبه، لحظه واحده افتحه. ادي انا كاتب واحد اهو بالليل بالسي، كاتبه بالسي عادي زي اقول لك. خليني اوري لك الاسهل منه لان انا طلعت كل الكتابه دي اهو، انا كاتب اهو بكده وحولته. طبعا بتحوله ل، خليني اوري لك ده ده البرنامج بتاعي تمام، ده اللي انا كاتبه، انا كاتبه بالسي اهو. بقول له انت السكرين مش كده، انت في مكان تاني مش طالعه، انا اسف لا ما كنتش في نفس السلايد كده تمام. شايفينها اه كده؟ اوكي كده شايفين الـ تمام. الويندوز بتاعي تمام. طيب تمام، ادي ال نفس البرنامج تقريبا انا كاتبه اهو بالسي، هوريه لك دلوقتي يعني تمام. انا كاتبه بالسي او خليني بعد ما انا بعد ما انا يعني شلت منه الكلام الكتير ده اهو، ده ملف انا كاتبه بالسي صح كده. بعمل له كومبايل عشان يتحول ل اي اكس اي تمام. طبعا انت مش محتاج تعرف الامر ده، بس لو انت كتبت حاجه بالسي وعايز تعمل له كومبايل يعني مش عن طريق الاي دي اي، بتكتب جي سي سي هو احسن حاجه يعني تعمل له كومبايل، وبتقول له اسم الملف دوت سي ل اوبجكت فايل او اوتبوت يعني يعتبر كده تمام. كل ده مالكش دعوه بيه، تعالى افتحه لك دلوقتي بالاي اكس اي اللي عندنا. شايف الاي اكس اي ده؟ لو انا فتحته ب نوت باد تفتكر هيفتح ايه؟ تفتكر هيفتح لي الحاجات اللي انا كاتبها هنا ولا هيفتح لي ايه؟ هو هيفتح لك 1 0 حاجات مش مفهومه صح؟ حلو قوي. في بقى برنامج مظبوط، في برنامج بقى اسمه اميونيتي ديبجر، اميونيتي ديبجر تمام؟ هيفتح لنا الاوامر دي لان انا عمري ما اقدر اشوفها بالسي لانجوج. تعال اوريك مثلا اللي انا كاتبه ده هيبقى شكله عامل ازاي. هنفتح مثلا انا كنت كاتبه، خليني نفتح مثلا باهر. اهو شايف شكله ده الاسامبلي، ده الاسامبلي لانجوج اللي انت شايفها. كل حاجه مكتوبه بالاسامبلي، المقابل بتاعها الـ 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 الارقام او الـ او الباينري او الـ او يعني الماشين لانجوج بتاعتها تمام. وده هنتكلم على الـ على الاميونيتي ديبجر ده بعد نص ساعه بعد ما نخلص السلايد هنشتغل عليها، وهتبقى انت فاهم كل الكلام ده. اهم حاجه بس تعرفها ان زي ما انت شايف كده القيم اللي عندي بتتخزن في حاجه اسمها ايه، ريجسترز تمام كده. في اي مشكله لغايه دلوقتي؟ تمام كده ماشي، فهمنا الفيديوهات اساسا. بتقول يا باشا؟ بقول لك كده احنا فهمنا الفيديوهات اللي احنا حضرناها. لا ده لسه كمان، انا عارف ان هو كان يعني هو مش ملخبط الحاجه، هو ولد عبقري بس هو بدا على ليفل من بعيد قوي. تعالى بقى نشوف الميموري بقى شكلها ازاي. معلش الموضوع ده يا باهر اتفضل. البروجرام بتاع الاميونيتي ديباجر ده بتجيبهم فين؟ ممكن تنزليه عادي جدا، ممكن بشير اللينك يعني. كان شارح في فيديو، كان شارح ازاي تنزليه وازاي تشغليه تقريبا. مفيش مشكله، هوريهم لكم دلوقتي يعني. لا لا انا خلاص هرجع للفيديو. لا لا مفيش مشكله، لا لا انا هشيره اول بس ما نخلص دي هشيره. طيب تمام، انت كده دلوقتي فهمت الاسامبلي بيعمل ايه يعني. خلاص انا ممكن دلوقتي حتى انت بالنظر كده ممكن تقول اول مثلا
حاجة هتحط قيمة دي جوه الريجستري ده، ودي هتحط قيمة جوه الريجستري ده. call يعني روح لحتة تانية، تمام؟ في subroutine زي الفانكشن كده، تمام؟ يعني وانا عندي اتنين functions، تمام؟ هبتدي هنقول ده المين بتاعتي، تمام؟ وعايز اروح لفانكشن تاني هقول له call واروح للفانكشن انفذها، وبعد ما اخلص اعمل ايه؟ ارجع تاني للفانكشن بتاعتي، صح كده؟ ده اكني بالظبط كتبتها بالسي لانجويج. هوري لك دلوقتي شكلها، بس ايه اشيل الانوتيشن ديت عشان تشوف شكلها. ده اكني بالظبط بالظبط عملت اتنين فانكشن جوه بعضهم. طبعا دي يعتبر السترينج كوبي فانكشن تاني، بس anyway مش هتكلم على كل ده دلوقتي، مش هتكلم دلوقتي على دي ولا دي دلوقتي. تعالى بقى نتكلم على الميموري، الميموري بتاعت الجهاز نفسه بتتعامل ازاي وشكلها عامل ازاي. تمام، الف شكر يا باشا ان انت حطيت اللينك. يعني بص بقى، ده شكل الميموري، ده شكل الميموري. هنقول ان خلينا اعمل كده، الميموري بتبتدي من تحت لفوق زي ما انت شايف، تمام؟ خلينا ارجع تاني. باقل الارقام ده اللو ادريسز، دي بقى الميموري العاديه اللي هي التشيب اللي انت اللي هي الخضراء اللي موجوده في الجهاز عندك، ده اللو وده الهاي، تمام؟ خليني اشيلها، خليني اشيل دي برضو. تفتكر الاول قبل ما اكمل يعني الواحد واحد 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 دي رمزها ايه بال اللي هي اخر الارقام، يعني واحد 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 واحد، تفتكر دي رمزها ايه بالهكس ديسمال؟ حد ممكن يقول لي؟ طبعا هبتدي بصفر واكس، صح؟ الوحايد اللي هي اخر رقم اللي هو كله اون كام في الهكس ديسمال تفتكر؟ 16 اللي هي كام بقى؟ اف 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 اف، او خلينا نعملها كده او اكس الاول. فانت لو انت شفت حاجه مكتوبه كده طبعا من غير ما نحولها بقى، خلاص احنا عرفت ده كده. طيب دبل بالهكس ده اسمه بشكل عامل ازاي؟ او اكس ايه بقى؟ خليني مش كابرو. تفتكر ايه؟ هيبقى 0000 بالظبط. فانت لما تشوف او اكس اعرف انها شكل تاني من ان احنا بنقول بنعملها بالباينري، تمام؟ طيب نكمل فوق خالص. اما البرنامج بيفتح والميموري بتفتح وكل ده، بنحجز جزء للكيرنل، للحاجات اللي ليها علاقه بالكمان لاين، بالحاجات اللي هي ليها علاقه بالاوبريتنج سيستم. طيب ماشي تمام. طيب ايه تاني؟ بعد كده البرنامج بيحجز حاجه تحت وبيحط فيها حاجه اسمها تكست. التكست دي اللي هي الكود مكتوب بتاع البرنامج. يبقى انا لو انا عندي برنامج زي اللي احنا كنا كاتبينه من حبه اللي هو int main كذا كذا وvoid، هنقول void يعني ومش عارف ايه وget string whatever، كل اللي مكتوب ده هينزل يتحط هنا. يبقى الكود بتاعي او التكست بتاعي هيتحط فين؟ في انه جزء في تحت في التكست، في التكست في اللو بالظبط اللو. بعد كده الميموري تحجز جزء للديتا، والديتا دي بتبقى متقسمه اثنين، يعني خليني اكبرها هنا. انا عندي ممكن اقول مثلا يعني string مثلا name بيساوي باهر، صح؟ وممكن اقول int y، تمام؟ ده طيب تمام. ده معمول له initialize ولا لا؟ اللي فوق ده يعني مدي له قيمه ولا لا؟ يدي له قيمه. طيب يبقى انا يبقى ال variables بتاعتي او الديتا بتاعتي هحطها هنا، سواء معمول لها قيمه او مش معمول لها قيمه هنحطهم هنا. خلي بالك انا بتكلم دلوقتي على الجلوبال، لان انت عندك في حاجات بتتعرف قبل اي فانكشن، فالبرنامج بيستخدمها wherever. لو تفتكروا البايثون لما جينا اتكلمنا كان في variable
لو هم بره الفانكشن مش هقدر اقراهم. لكن anyway اعرف بس ايه ان ال variables بتاعتي الفار اللي احنا كنا بنستخدمها في بايثون هتتحط هنا. يبقى احنا عرفنا هنا الكود بتاع البرنامج وهنا الـ الحاجات اللي معمولها انيشلايز او مش معمولها انيشلايز. طبعا عشان يعني للتسهيل انا كتبتها كده. طبعا لو انت طلعت ممكن حاجات من على النت ممكن تلاقي ان هو كاتب لك بي اس اس دي معناه ان هو مش معمول له انيشلايز. بس whatever يعني كبر يعني دماغك يعني. المهم تفهم الحته دي. طيب تمام نكمل. يبقى كده ده اول حاجه في شكل الميموري. طيب ماشي بعد الديتا بقى بيحصل ايه؟ بص بقى اللي شغال على السي واللو يعني هي السي مع انها هاي ليفل لانجويج لكن برضو هي بتشتغل هي اللي بتتحكم في الميموري. انت اللي بتقول له احجز جزء من الميموري هشتغل عليه واعمل كذا. لما بتعمل حتى انيشلايز لاوبجكتس والكلام ده بيتحجز جوه حاجه اسمها هيب. يعني لما انت بتبتدي تعمل تبتدي تستخدم مثلا فانكشن زي مالك اللي هو ان انت بتحدد مكان الميموري او string copy او whatever يعني بيتحجز جزء في الهيب. بس برضو ده يعني اعرف بس ان ده الجزء اللي محجوز في الميموري. تمام وخلي بالك هو بيكبر وبيصغر مفيش مشكلة. هنشوف دلوقتي برضو شكله عامل ازاي. نيجي بقى للجزء المهم بتاعنا هو ده اللي هيبقى فيه اللعب كله النهاردة الستاك ده بقى هو الجزء اللي ببتدي انا مثلا ايه عندي فانكشن مثلا باهر عن سؤال هو الهيب دوت عن سؤال بس التوضيح بالنسبه مثلا لو انا هعرف مثلا string طوله 15 ده بيتشال في الهيب ولا في حته ثانيه؟ لا هيتحط في الستاك. اي حاجه انا عايز احطها القيم والحاجات دي بتبقى في الستاك. لكن الفانكشنز اللي هي بتعمله اللي هي المالوك او السترينج كوبي او الكلام ده لا بيحجز ليها جزء في الهيب. لكن الحاجه بتتنفذ فين وبتتحط فين هنا. لكن الجزء اللي انا بحدد منه اللي بيبقى فيه الاوبجكتس بتاعتي او المالوك او السترينج كوبي بتحط في الهيب. يعني الجزء اللي انت تشتغل عليه يعني انا في الهيب بقول له افتح لي انا هيبقى مثلا عندي هنقول هيبقى عندي اثنين فانكشنز مثلا المين. تمام هنقول مثلا المين هتطلع مثلا لفانكشن هنقول عليها مثلا اسمه باهر. تمام هتنادي على فانكشن اسمه باهر مثلا. فالهيب بيقول لي حدد لها تمام اعمل بالملك ده حدد جزء هتشتغل عليه. الجزء ده بقى اللي هيتكتب فيه ويحصل فيه الحاجه بتاعته هيروح للستاك دلوقتي. تمام وصل. يعني دي مجرد بس ايه اللي بتتحكم في الميموري. طب لو انا وبرضه يعني هي بس عشان انا مش عايز بس لخبطكم برضه الاوبجكتس والكلام ده فاكر الكلاسز والاوبجكتس وكده برضه الهيب بيشتغل عليها. بس anyway يعني مش هلخبطك اهم حاجه اعرف بس الستاك. طيب ماشي بص بقى الهيب بيطلع لفوق والستاك بينزل لتحت. ازاي يعني يا باهر؟ بص بقى دي برضه مهمه. يعني انا عندي الارقام هنا صح ده الميموري من تحت لفوق تمام بتكبر من هنا ده اللو وده الهاي صح. انت اكيد شايف دي صفار ودي وحايد صح كده تمام. كل ما انا بستخدم الفانكشنز والاوبجكتس والكلام ده الهيب بيكبر كده وديناميك. لكن الستاك لا بقى بص بقى انا هنقول مثلا ان انت هتستخدم فانكشن اسمها مثلا هنقول تعالى مثلا اقول لك تعالى اجيب مثلا فانكشن اللي انا استخدمتها دي عشان تشوف. بص كده باهر اهو خلينا ده لان ده صغنطط يعني عشان ايه بفهمها يعني انا اسف. بص كده انا هنا عندي كام فانكشن مش دي الفانكشن بتاعتي الاساسيه خليني اشيل دي خليني كمان اكبرها. مثلا دي 22 مثلا خليني اشيل دي خالص خلينا نشيل ده لان احنا مش يعني مش بنصدد ان احنا نتكلم على الهيدرز دلوقتي. تمام
وهشيل دي ديت. انا كده عندي كام فانكشن دلوقتي موجوده؟ هي المين بس. بس صح، بس المين لما بدخل جواها بتنادي على ايه؟ هنقول بتنادي على فانكشن تانية اسمها ايه؟ اسمها باهر. باهر لان احنا عرفنا ان دي فانكشن ايه؟ فانكشن. طيب والفانكشن دي احنا كاتبينها هنا، هنعمل ليها باس للحاجه اللي موجوده دلوقتي بغض النظر هي ايه، هنتكلم فيها بعد خمس دقائق. وهنقول له احجز كاركترز تمام. هنسميه مثلا بافر، ممكن تسميه اي حاجه، ممكن تسميه مينا يعني مفيش اي مشكله. قيمته قد ايه او مساحته قد ايه؟ اربعه. يعني هياخد كام كاركتر؟ هياخد اربعه بس كاركترز. حلو. وبعد ما بيعمل كده يعمل ايه؟ يعمل كوبي للسترينج اللي هو جاي لي منين، من الارجيومنت اللي هي المفروض ان انا هكتبها، بس برضو ما تقلقش يعني، يعمل لها كوبي جوه المينا ده. صح ده؟ هرجع تاني. مش عايز جوه الفاريبل اللي اسمه مينا، صح كده؟ بالظبط. تمام تمام ما علينا يعني. تمام. كوبي لمينا. تمام. اعمل لي كوبي، اعمل سترينج للحاجه اللي انت حاجزها لمينا. تعال بقى نشوف ده هيبقى شكلها عامل ازاي. بص بقى يا باشا، بقى هيجي هنا وياخد الفانكشن دي تمام، ويبتدي يحطها لي هنا. تمام. لو كان فيها مثلا، هنقول ان مثلا انت كاتب انت مثلا، يعني انا هقول ان دي كان فيها الاول انت خمسة او انت مثلا واي مثلا، هيحط لي، خلي بالك، هل الفاريبل ده ممكن يتقرا من اي حته ولا بس جوه الفانكشن دي؟ جوه الفانكشن، جواها بس صح؟ يبتدي يحجز له مكان هنا، يبتدي يحجز له مكان هنا ويقول لي مثلا واي هنا. تمام. طيب بعد كده هيعمل حاجه تانية، يحطها فين؟ يحطها هنا. يبقى الستاك بيطلع زي الهيب ولا بينزل من الادرسز؟ يعني دي هيبقى مكانها اعلى ولا دي مكانها اعلى في قيم الميموري؟ ها، انت واي إيه؟ اعلى من الثانيه. بالظبط. يبقى الانت واي هنا وبعد كده الحاجات التانية. يبقى انت لو جيت تبص على الريجسترز اللي متخزن فيه ده، هتلاقي ان هو اعلى من اللي دول. يبقى الستاك بينزل لتحت. يعني لو انت فرضا هتبتدي تحط الحاجات دي هنا، هيبقوا كده وده يبقى الاخر ده، وهكذا. تمام كده. طيب تمام، حلو خالص. طب بس استنى بقى، في حاجه دلوقتي انا ما فهمتهاش. انت دلوقتي كل ما هتحط حاجه، هل انا هغير واكبر في دي؟ لا، الموضوع ده بيتحدد من الرقم اللي انت حاطه هنا. انت قلت له حدد لي الاستاك قد ايه؟ 4 بايت. خلينا اوريها لك. 4. خلينا اوري لك شكلها هيبقى عامل ازاي دلوقتي. تمام، خليني اخدها على جنب عشان تبقى انت فاهم. انا قفلت، مش مشكله. طيب تعالى بقى ناخدها ونكمل. هناخد الاستاك ده ونقلبه عشان تبقى انت شايف شكله عامل ازاي. خليني افتحها كاملا تاني. تعالى بقى نشوف شكل الاستاك عامل ازاي. طيب انا خدت الاستاك اهو، لحظه واحده بعد اذنكم بس اخليها مظبوطه كده. ايوه تمام كده. طيب يبقى الاستاك كده، هرجع تاني انا خدت الاستاك وقلبته بس عشان بس تبقى انت ماشي معايا بالترتيب من اليمين للشمال. بس هو فعليا هيبقى ايه؟ من فوق لتحت. يبقى انا الهاي ادريسز او الهاي ميموري ادريس هيبقى فين؟ تمام، على ايه؟ على اليمين، اللي هو يعتبر من فوق. انا بس كل عملته ان انا قلبتها عشان نقدر نمشي معاها يعني. طيب تعالى نعملها بقى. انا ببتدي اكبر واصغر لتحت صح؟ اهو انا كل ما اضيف حاجه على الاستاك بيكبر كده. هل بتكبر للشمال إيه؟ وبيصغر لليمين. هو المفروض لتحت يعني، بس انا عملته كده عشان نقدر نكتب فيه القيم يعني. تمام ماشي. طيب تعالى بقى هحط الفانكشن بتاعتي هنا. تمام. طب لو في اي بارامترز هحطها بعديها. شايف انا بكبر اهو من اليمين للشمال، لكن هي فعليا من ايه بقى؟ من اليمين للشمال ولا من فوق لتحت؟ من فوق لتحت. حلو. بص بقى،
هنا سيبك من دي دلوقتي، ابتدي اقول له هحط له البافر. البافر دي اللي هو الاسم اللي انا اديته لمينا من حبه، احنا قلنا هنسميه بافر مجازة يعني، لان احنا بنتكلم على بافر. البافر دي مساحتها قد ايه؟ 4. قلنا 4 صح، فانا حددت له ان مساحتي 4 على الحاجات اللي انت شايفها فوق. تمام. طيب ماشي تمام. بص تمام. بقى مش انا هروح انفذ الـ الحاجات اللي موجوده هنا صح؟ طب بعد ما اخلص هرجع ازاي للنقطه اللي انا كنت واقف عليها؟ هم دول بقى الريجسترز اللي بحط القيمه بتاعه المكان اللي ارجع له. طيب تعالى كده نرجع تاني، افتحها من هنا لحظه واحده، افتح الويندوز تاني لان قفلته. لحظة واحدة. طيب يبقى انا هنا انا بس عشان غيرت الاسماء هرجعها تاني. انا قلت ان انا هحدد ميموري بافر دي اللي هحط، دي اللي هحط فيها الحاجات. تمام. مش مينا بقى عشان بس ايه لل عشان تمشي مع الباوربوينت بتاعتي. تمام. دي مساحتها 4. دي هتروح فين؟ هتروح في المنطقه دي. بس استنى، بعد ما اخلص الحاجه اللي انا بعملها هنا هرجع ازاي للمكان اللي كنت واقف عنده؟ انا بص كده، مش انا هدخل في المين وبعد ما اخلص المين هروح لدي اعملها وبعد ما اخلصها برجع تاني؟ هنقول مثلا هنا، مثلا يعني هنقول هنا ان في كان في عمليه حسابيه برنت اف مثلا، هنقول مثلا 3 زائد 4 مثلا. انت كده هترجع للريتيرن زيرو بقى. ايوه. لا قبلها، بعد ما اخلص باهر دي بخلص من البفر دي في عمليه مش حسابيه، هرجع لدي مش انا هرجع لدي. اعرف منين بقى؟ اعرف منين ارجع له ازاي؟ القيمه دي هتتحط هنا. يبقى بعد الفانكشن والبرايمريز بتاعتي هنا في الريتيرن ادرس، او بنقول عليه بيبقى محفوظ في حاجه اسمها اي اي بي. تمام. يبقى انا بعد ما اخلص الحاجه اللي انا هعملها هنا عايز ارجع للمكان اللي انا كان المفروض ارجع له، برجع له منين؟ ببص على القيمة دي. هنقول ان اي اي بي ده مثلا في رقم او اكس اف 4 whatever يعني. تمام. هبص عليه هو فين في الميموري واقوم رايح للنقطة، مثلا هنقول ان هو هيرجع لهنا مثلا او هيرجع لهنا. تمام. هنقول ان هو هيرجع لدي، ده القيمة بتاعت دي، هنقول ان دي او اكس اف 4 4. تمام. يبقى هرجع لها ازاي؟ هرجع للفانكشن دي ازاي تاني؟ بعد ما اخلص اللي انا بعمله هنا هروح للاي اي بي، الاي اي بي هلاقيه بيشاور على الحاجه اللي انا هروح لها هنا. سهله ولا صعبه دي؟ لا سهل. طيب تعالى اوريها لك تاني عشان برضو ما تتلخبطش اهي. طيب انا خلصت اللي انا بعمله، خلصت البفر بتاعتي وخلصت العمليه الحسابيه اللي انا هعملها whatever يعني. تمام. وعايز ارجع تاني، انا خلصت، انا دخلت في الفانكشن دي نفذت باهر، خلصته اهو، انا خلصت باهر، عايز ارجع لدي، هرجع لها ازاي؟ هلاقي عندي في الستاك بتاعي في، طبعا احنا لو عملناها من فوق لتحت احنا حطينا البارامترز، هلاقي في الستاك بتاعي هنا الاي اي بي، الاي اي بي بيشاور على الحته اللي فيها الانستراكشن ده. تمام. هل الموضوع كده صعب ولا سهل؟ ها وكده سهل. حد لقيت حته الاي اي بي والريتيرن وبعدين الاي اي بي هو اللي هيوجهنا بس. تمام. طيب تعالى ارسمها هنا تاني عشان برضو تبقى انت تبقوا واخدين بالكم يعني. يبقى انا منين ما اشتغل نقول ده الميموري تاني وده الستاك، لو من فوق لتحت هيبقى شكل الموضوع بالظبط كده بالظبط يعني. هيبقى هنا البارامترز، انا هقول ده الستاك بتاعي اللي انا هستخدمه. تمام. وده الهاي ادريسز، ده الهاي وده اللو، الستاك بتاعي من فوق لتحت. هيعمل البارامترز بتاعتي، البارامترز هيحطها هنا. تمام. وتحت البارامتر ده تحته بالظبط هيبقى حاجه اسمها اي اي بي. الاي اي بي ده اللي هو ايه؟
لما اخلص الحاجه اللي انا بعملها باجي هنا بشوف انا هرجع لفين في الميموري. تمام تمام. والبفر بتاعي هنا الحاجه اللي انا هشتغل عليها. وخلي بالك ده اسمه التوب اوف ذا ستاك. ده التوب. التوب ده بيبقى بوينتر او ريجستر بيشاور عليه اسمه اي اس بي. يبقى التوب اوف ذا ستاك بيشاور عليه الاي اس بي. طب والبوتم اوف ذا ستاك اسمه اي بي بي. تمام. طيب تعال نشوف شكلها عشان بس تبقى انت واخد بالك. نرجع تاني اعمل دي من جديد. اعمل دي من جديد. خليني اعملها كده تاني. يبقى انا عندي من فوق لتحت، بس احنا عملناها للتسهيل من الجنب، من فوق لتحت. تمام. بنزل ده الاستاك بتاعي، ده المنطقه اللي انا هحددها للفانكشن اللي انا هشتغل فيها. احط الكود بتاعها هنا، وبعدين احط البارامترز بتاعتها هنا. مش جلوبال بقى، لان الجلوبال هنا، الجلوبال هنا. اللي فاهم برمجه عارف ان الجلوبال بيبقى بنستخدمه في اي حته، لكن هنا لو خدت بالك الجزء بتاع الاستاك ده بس هو اللي هيستخدم حاجه الاستاك. طيب وتحت البارامترز دي ايه؟ الريتيرن ادرس. ده اللي هو اللي اسمه ايه؟ اي. الريجستر بتاعه اسمه ايه بقى؟ اي اي بي. اي اي بي. اي اي بي. وده البوتم اوف ذا ستاك اللي هو الاي بي بي. اي بي بي. وده التوب اوف ذا ستاك اللي هو اي اس بي. او لو عملناها هنا يبقى دي الاي اس بي، وده اللي هي الحته دي الاي بي بي. هل الموضوع لغايه دلوقتي سهل ولا بدا يلخبط؟ هو حبه هنتلخبط. حبه هنتلخبط. بس اعرف بس شكل الميموري، اعرف بس شكل الميموري، هو ده اللي يهمك، هو ده اللي يهمك، شكل الميموري بس. تمام؟ يبقى من فوق لتحت ده الستاك. طيب بص بقى، انا هنقول ان مساحه الستاك بتاعتي دي انا اديت له 4 بايت. صح؟ زي ما احنا عملنا من حبه. افرض انا بقى انا السترينج اللي انا هاخده من غير ما اعمل له اي سانيتايز ولا اي حاجه او اقراه، هنقول مثلا ان مينا انا قايل له دخل لي اسمك، والاسم اللي انا كاتب ان هو char. هنقول نيم. تمام. واديت له مساحه 4. مش البفر بتاعي دلوقتي 4 اللي انا هشتغل بيه. طب افرض مينا دخل لي 8، ايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل؟ يحصل كراش. يحصل ايه بقى؟ بص بقى، كراش. الستاك ده ستاتيك خلاص، انا اديت له مساحه في اول البرنامج خلاص، برغم ان انا عم ضفت الحاجات ضفتها كده. بس خلي بالك بقى، انا هنا هحط له الاسم اللي مينا حطه، الاسم اللي مينا حطه. فلو هو 8 يبقى هيكتب هنا 4 بتاعته، وهيكتب كمان هنا 4. عمل اوفر رايت لايه؟ للاي بي بي او البيز بتاعك. طب هنقول ان هو، خلي بالك احنا عندنا الريجسترز عشان هم 32 بيتس، يعني 4 بايتس ايتش، يعني لان هم 32 بيتس. لما تقسمهم على 8 البايت 8 يبقى هو 4. طيب دلوقتي لو مينا دخل 12 حرف، ايه اللي يحصل بقى؟ هنا 4 اللي انا محددهم له، حجزتهم، احنا حاجزينهم. احنا قلنا ان ده في اول برنامج انا قلت له احجز لي بس 4 هنا. طيب مينا بقى حط 8 12، ايه اللي هيحصل؟ هيكتب هنا 4. طيب وبعدين ايه اللي هيحصل؟ ها؟ ايه اللي يحصل؟ احنا هو حط 12 مش 4، تفتكروا ايه اللي يحصل؟ هو حط يعني 4 خلاص. اوفر رايت على كله كده. ايوه، هيعمل هنا حط الاربعه وهنا الاربعه. ده بقى البافر اوفر فلو. طب بص كده، قال لا استنى يا باشا، ده هنا يا باشا عنوان الرجوع بعد ما اعمل الحاجه دي. ايوه، يبقى انا الفكره بقى ايه؟ ان انا بالظبط ان انا بدل الاربع حروف الاخرانيين دول. تمام، احنا قلنا دول ايه؟ 4 و4 وهنا، ابدل دول برقم او بعنوان تاني في الذاكره، اكون حاطط فيه انا malicious كود، اكون حاطط فيه كود بيعمل حاجه غلط للكمبيوتر ده. سهله كده ولا صعبه؟ لا سهل.
طيب تعال بقى نشوف شكلها الاول ازاي قبل ما نطبقها عمل. يبقى انا دلوقتي ادي البفر، هنقول انا حددت له 500 تمام، قلت له سترينج عندك 500، هبتدي يملى عادي جدا يكتب ال 500. طب ماشي، افرض مينا بقى انا محدد بفر 500 بس، بس مينا حط 504، ايه اللي هيحصل؟ او 506، ايه اللي يحصل؟ هنا هيكتب هنا 4 ويتبقى 2 يكتبهم هنا اهو، اوبا بدا يكتب على ريتيرن ادرس. طب خليته 508، كتب بقى على دي كلها. حد فاهم الموضوع شكله عامل ازاي؟ تمام. طيب يبقى انا كل اللي انا هعمله دلوقتي هعمل ايه بقى؟ هحط في المنطقه دي malicious code، في المنطقه دي في البفر دي، واكتب هنا اقول له هنا ريتيرن ادرس، بعد ما تخلص روح لفين؟ للمكان اللي فيه المالشس كود ده. لو هو عمله كده خلاص بقيت بص هقول له بقى ريتيرن بقى الحته هنا تانية اللي فيها المالشس كود عندي وهكذا. فهمت الفكره عامله ازاي ولا صعبه؟ لا كويس تمام سهله. طيب سيبك من النو ابس دلوقتي والكلام ده دلوقتي عشان هنطبقه يعني بعد دقيقه بس. الاول نرجع دي، احنا كده تقريبا خلاص انت فهمت الموضوع، نبتدي نطبق يعني. اطلع بس من ال اهي تمام. ارجع بقى الاول اثنين او ثلاثه سلايدز بتوعي اللي هم دول. دلوقتي انت بقيت فاهم اللي احنا كاتبينه ده، او خلينا عشان انتوا ماشيين مع الكورس يعني اللي هو اللي على اليوتيوب ده وكده، خلينا دي او الاول ماشي. اقول لك لا سيب خليك في دي. طيب يبقى ده الستاك بتاعي صح؟ صح كده؟ طيب الستاك بتاعي ده، الستاك بتاعي ده لو انا كتبت في البفر زي ما انا مفيش اي مشكله صح كده؟ طيب لو انا كتبت اكتر ايه اللي هيحصل؟ يطلع للاي بي بي. ممتاز. هينزل للاي بي بي، هينزل للاي بي بي. طب وبعد الاي بي بي ينزل لايه؟ الاي اي بي ريتيرن اللي هيرجع له الميشنز كوتين. هو ده اللي احنا عايزين نعمله. هل الموضوع كده سهل لغايه دلوقتي ولا صعب؟ لا سهل كده، احنا فهمنا الفكره. ها في اي مشكله؟ لان ده الجزء الكبير جدا جدا اللي هو تغاضى، ده الجزء الكبير اللي هو تغاضى عنه وما قالوش يعني. تمام. طيب في اي مشكله لغايه دلوقتي ولا الموضوع صعب ولا سهل؟ ايه رايكم الاول قبل ما نعمل اي حاجه؟ طب انا عندي سؤال دلوقتي يا باهر. هو دلوقتي لما بيتعدى حدود الحدود بتاعته بينزل على الاي بي دي وممكن ينزل على الاي اي بي، دلوقتي ده مش بيأثر على الفانكشنز الموجوده عندي ومتخزنه في الاماكن دي؟ لا ما هو بص احنا دلوقتي على حسب احنا بنتكلم على انهي فانكشن، هيأثر طبعا على الفانكشن دي طبعا، لان دلوقتي انا قلت له بعد ما تخلص روح لفين؟ لمنطقه ثانيه في الميموري، هو كانت مكتوب فيه قيمه مظبوطه. انا عشان ودي مشكله كبيره في السي والسي بلس بلس يعني البايثون والحاجات دي ما فهمش الموضوع ده، بس عشان زمان لما كنا بنستخدم السي والكلام ده كله احنا اللي بنقول له حدد لي مكان في الميموري تشتغل عليه. فانا قلت له انا خطا مني مثلا كمبرمج، قلت له حدد لي جزء والجزء ده كان مثلا يعني مش قد اللي انا هشتغل عليه، او انا ما عملتش سانيتايز لما الراجل هيبتدي يديلي مدخلات انا ما قلتش مثلا لو ده اكبر من 4 ما تقبلوش، انا ما قلتش كده. طبعا هيأثر. يبقى هيأثر ولا لا؟ طبعا هيأثر، هيأثر طبعا. بس خلي بالك، خلينا نرجع كده تاني ليه. تمام. الموضوع هنا هيأثر على ايه بالظبط؟ تعالى كده نشوف. بص كده، هل هو هيأثر على كل الميموري ولا المنطقه دي بس؟ احنا قلبين طبعا ده، احنا قلبينها بس عشان يبقى في مساحه وكده. هيأثر بس على المنطقه دي دلوقتي يعني، مش كل الميموري. تمام كده، يبقى هيأثر على دي، لان خلي بالك احنا بدأنا نحط القيم من فوق لتحت، لكن لما جينا نكتب في البفر هو عنده مساحه هنقول 4، ما عندوش غيرها، ما يقدرش ينزل تحت،
لكن يقدر يطلع تاني للقيم دي فهيكتب عليها. سهل كده الموضوع ولا صعب؟ ها؟ لا سهل كده. سهل لغايه دلوقتي؟ طيب تمام تمام يا تمام. على الاسمبلي او اي حاجه تانية؟ اي سؤال؟ اي سؤال على الرسمه دي قبل ما نكمل ولا الموضوع سهل ولا صعب؟ تمام هي وصل كده تمام. طيب تمام حلو خلاص. هنا بقى ايه هبتدي اوريك الرسمه تاني عشان تشوفها عشان برضو ايه تبقى مش متلخبط فيها خالص يعني. تاني اهو تمام. يلا نعملها تاني اهو كده اهي. كتبنا 500 كتبنا 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 وهكذا. طيب ماشي هبتدي بقى اعمل malicious code. بس احنا عشان هنقولها قدام يعني عشان ساعات بعض الاماكن بتتغير فاحنا هنقول له بص احنا هنحط لك دي باي garbage اي حاجه مش مفهومه وانت اكنك بتزحلق على الجليد لغايه ما تلاقي ارض اقف. فالحركه دي هنعملها قدام حبه اسمها no ops. تمام يعني افضل امشي لغايه ما تلاقي الكود بتاعك ونفذه. تمام بس كده ده اللي هنتكلم عليه النهارده وهنعمل المواضيع ديت دلوقتي في اي عندي سؤال بس معلش. اتفضل. هو دلوقتي احنا لما بنحط الكود هل في الماليشيس كود نفسه بنعمل له ريتيرن ولا بص لما توصل عند الريتيرن امسح اللي فيه واعمل ريتيرن؟ شوف بص كده احنا هنحط ريتيرن احنا لسه هنحط ريتيرن هنا صح يعني احنا دلوقتي هنكتب دلوقتي مثلا يعني خليني اعملها برسمه احسن. نرجع هنا سيبك من ده كله ارجع بس على حته فاضيه عشان نعملها. تمام بص كده هعمل دي كده تمام. ده الميموري بتاعتي صح كده سواء من فوق لتحت او عايزينها من الجنب براحتكم يعني الاسهل ليكم ايه تحطها من فوق لتحت ولا من الجنب من اليمين للشمال الاسهل ايه اتشرح عليه اي حاجه. طيب تمام بص بقى طب من اليمين للشمال ماشي اهي مثلا اهو احنا حطينا الفانكشن وحطينا البارامتر ده الحاجات اللي هي هنا. طيب ده هنا هنكتب كود تمام او هنقول عليه الشيل ده اللي هو الفانسي نيم يعني او الدلع بتاع كمان برومبت يعني هنا احنا حطيناه تمام ماشي. الريتيرن ادرس بقى الريتيرن ادرس هنا مش هيبقى كود لا ده هيبقى ارقام الميموري اللي فيها الشيل كود ده بحيث ان هو لما احنا هنكتبه تمام هو مش فاهم ان ده كود مش فاهم ان ده كود بس هيفهم امتى ان هو كود لما ده هيجي يقول له الانستراكشن اللي بعد كده متخزن في المنطقه دي مثلا فروح عليها. فده مثلا هنقول ان المنطقه دي او اكس اف 3 4 وات ايفر المنطقه دي تمام او الاي اس بي بتاعتها والاي بي بي طبعا احنا اتكلمنا فيهم دلوقتي اللي هو البيز والطب بتاعتها تمام وادينا لها القيم هنحطها هنا في الاي اي بي. فافرض الاي اي بي دلوقتي شايف الرقم ده فراح عليه عشان ينفذه بس كده خلاص. فده مش كود على قد ما هو العنوان بتاع المنطقه دي تمام كده او بمعنى اصح او بمعنى اصح هو ده. احنا عرفنا دلوقتي اي منطقه بنحددها بايه بالاي بي بي والاي والاس بي صح كده. طب تعالى طب ما تيجي نعملها نقولها الاول كده بشكل اسهل. انا اديت لمينا اديت لمينا هنا البرنامج بتاعه اديت له كام بايت؟ اديت له 4 صح؟ اديت له 4 طيب الاي اس بي لو قلنا ان ده هو او اكس 8 8 مثلا يعني او هنقول اف اف وات ايفر ده الاي بي بي بتاعك. طب الاي اس بي بتاعي يبقى فين؟ يبقى فين؟ ال
مو اكس 8 8 ناقص 4 ناقص 4 مش احنا قلنا ان ده مساحته 4 واحنا خلي بالك الادريسز دي اللو ودي الهاي يبقى مثلا بالظبط يبقى دي اقل من يبقى المساحه دي الاو اكس 8 8 ودي اللي قبلها ب 4 بايت يعني هتبقى دي ماينس 4 بايت صح كده ولا صعبه؟ تمام بس كده فهي يعني المهم يعني الريتيرن ادرس هتدور على المنطقتين دول اللي احنا هنحط قيامهم دلوقتي طيب ماشي هل فيها اي صعوبه لغايه دلوقتي؟ معلش سؤال تاني طب هو انا لو اديته اكتر من 88 يعني لو دخل على البارامتر او دخل على الفانكشن مش هتفرق هل ده بوسيبل ولا مش هتفرق؟ لا هي مش هتفرق هي يعني هي مش هتفرق احنا دلوقتي اللي يهمنا الاي اي بي كل بقى الـ هيخش على الارج والكلام ده كله ولا هتفرق لان احنا خلاص عملنا له انيشلايز وهو بدا في التنفيذ واني بعد ما هيخلص هو في المنطقه دي يعني مفيش حاجه تانية هترجع يعني مفيش حاجه هتاثر على بقيه الحاجات اللي هنا تمام طب وديت ما دي انا اديت له اي قيمه هنا ولا هتفرق هي المهم القيمه دي لما ينزل لها بعد ما يخلص يقوم رايح تاني للنكست انستراكشن تمام اوكي مفهومه كده تمام طيب تاني يبقى نبص على الرسمه تاني عشان هعيدها تاني الرسمه لان دلوقتي هنشتغل بقى اسمبلي وهتشوف شكل الاسمبلي كمان بس هحاول ما اعملوش بديتيلز يعني تمام يبقى ده الميموري بتاعتي اللي هي الشيب الخضراء اللي انا بجيبها اللي هي بتتحط في الكمبيوتر بتاعتي بتاعي تمام اهو ده شكله خلاص فهمنا الموضوع ده الستاك بتاعي خدناه كبرناه عرفنا ان هو بينمو من فوق لتحت تمام يعني كل حاجه بحطها بتتحط هنا تمام وخلي بالك خلي بالك برضو في نقطه هنا كويس هو بينمو منين من فوق لايه من فوق لتحت لتحت طيب بص كده لو انا عندي خليني اعملها لك كده لو انا عندي بوكس في كتب بوكس اهو في كتب حطيت هنقول اول كتاب هنا تحت كان اسمه درايفنج whatever يعني درايفنج وعندي كتاب فوقيه تاني اسمه whatever يعني وكتاب هنا تالت هنقول باه الترتيب بتاع حط الحاجه دي ازاي الاول انا حطيت الدرايفنج صح وبعد كده حطيت الكتاب اللي فوقيه وبعد كده حطيت باه طب لما اجي اطلع ازاي انهي واحد يطلع الاول في دول باهر الاول وبعد كده ده وبعد كده ده اللي احنا بنقول عليه first in انا اسف last in first out first in بالظبط تعالى بقى ايه اوري لك شكلها تاني وده برضو زي ما مشوي كان بيسال برضو تعالى نرجع تاني اهو كمان اهو بص اهي ببتدي انزل كل ما احاول ازيد كده طب لما اجي اطلع العكس صحيح هطلع ازاي هشيل اللي دخل الاول اللي هو ده وبعد كده ابص على ده وبعد كده اخلص ده انزل لده وهكذا تمام هي دي عشان كده انا برجع للريتيرن ادرس بعد ما بخلص تمام كده هل فيها اي صعوبه لغايه دلوقتي لا كويس والامر بتاعهم في الاسمبلي اسمه بوش لو انا هدخل طب لو انا هطلع اسمه باب يعني لو شفت بوش وباب هتعرف الموضوع ده طيب تعال طب باهر انا عايز اسال سؤال هنا فضل. انت قلت ان الفانكشن بتتشال في الهيب طب دلوقتي انا عندي الفانكشن برضه متكرره مش بتتشال في الهيب لا خالص انا الفانكشن مش في الهيب خالص احنا كل ده قاعدين بنتكلم على الستاك احنا قلنا سيبنا من الهيب ملوش اي علاقه دلوقتي بالموضوع احنا قلنا الستاك طيب. اهو بنتكلم عليه اتفضل ايه بقى سؤالك خلاص ده كانت النقطه بتاعتي بس كنت confused بين الاثنين بس لا 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 الهيب ده موضوع تاني واكبر والهيب ده المنطقه اللي انا بجهز منها الميموري اللي انا بستخدم فيها الفانكشن بتاعت الملك والستارت والسترينج كوبي وكل الكلام ولو هعمل انيشلايز لاوبجكتس وكلاسز بتنزل في الهيب بس مش موضوعنا دلوقتي اهم حاجه الشغل اللي انا هشتغل عليه بتاع الفانكشنز بتاعتي هيبقى موجود فين في الستاك انا بس بحاول اعيد ال الباوربوينت دي كذا مرة عشان تفهموها كويس يعني اعتقد كده بقت سهلة تمام
هل الموضوع كده صعب ولا سهل او في اي مشكله؟ لا كده تمام يا باشا. تمام. طيب تعالى بقى ايه نروح للقيم بتاعتنا هنا عشان هنبتدي نطبق دلوقتي. طيب تمام خليني اقفل ده. طيب تعالى نفتح باهر ده، ده اللي انا كاتبه. انا بس ايه اصغره حاجه بسيطه عشان تشوفوه كده. كده بقى كبير خالص. طيب البرنامج ده بيعمل ايه تفتكروا؟ بيعمل ايه؟ هنبتدي من هنا صح؟ هنا بيحدد ايه؟ بيحدد ايه؟ بيحدد البفر باربعة، بفر باربعة، وبعد كده بيعمل برينت الايرور. بس قبل ما نعمل برينت، ايه الارج سي دي؟ دي الارجمنتس اللي انا باخدها. يعني ايه؟ بص كده اقل من اثنين كاركتر. خليني بس ايه اقفل دي واعمل هنا عشان اعمل له رن. احنا سميناه ايه؟ باهر. ماشي هقول له باهر اي اكس اي. مش انا ممكن افتح البرنامج كده؟ افرض انا عايز ادخل له قيمه، انا ممكن احطها هنا. يعني هقول له مثلا باهر، انا ادخل له كلمه باهر، او ادخل له مينا، او ادخل له مثلا مارينا او ماريو. تمام. دي بنقول عليها ارجيومنت. انا كده عندي كام ارجيومنت كده؟ اسم الملف واحد، والحاجه الثانيه اللي انا هكتبها رقمها كام؟ انا كده عندي كام 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 حاجه انا كاتبهم هنا؟ كام يونت انا كاتبه هنا؟ اثنين صح كده؟ مظبوط. فانا الانت مين دي يعني ايه؟ انا هدخل لك ارج سي الكاونت بتاعها وات ايفر، يعني انت هتبقى تعدهم، وهدخل لك argument هنا. انا قايل له انت هتقبل. لو فاكرين الفانكشن زمان كنا ممكن نعمل pass argument. سيبك من البوينترز دلوقتي عشان ما نلخبطش، يعني ما نلخبطكوش. بس anyway انا بقول له خلي بالك انت هتستقبل argument. طيب قلت له انا حدد لي مساحه في الميموري قد ايه؟ اربعه صح؟ طيب الارجيومنت لو اقل من اثنين، لو اقل من اثنين اكتب لي ايرور. طيب يعني ايه اقل من اثنين؟ انا هنا عندي كام واحده؟ اثنين اربعه خمسه. لا بيونت، هي كلها ده اراي. انا بقول له انت هتاخد اراي، يبقى دي واحد وده واحد. ما انا عندي كام واحد كده؟ اثنين. طيب لو انا دخلت له اقل من اثنين، اقل من اثنين ايه اللي المفروض يحصل؟ هيطبع ايرور. بالظبط هيطبع دي. طب تعالى نعملها كده. قال لي ايه؟ error you must supply at least one argument. طيب لو انا كتبت له اثنين بقى هيكمل صح؟ هيعمل ايه هنا لما يكمل؟ تعالى نفتح دي. هيعمل copy للارجيومنت دي جوه ايه؟ جوه الstring. بالظبط. يبقى هيعمل string copy، هيعمل copy للstring اللي انا حطيته اللي هو هنقول ماريو او whatever، ويحطه جوه الاربعه اللي انا كاتبه ده صح؟ صح كده؟ وبعد كده يعمل لي برنت. طب تعالى نكتب هنقول باهر دوت اي اكس اي، وهندخل له مينا مثلا. تمام؟ فهيكتبه جوه البفر، وبعدين يقول لي ايه البفر اللي عندك. طبعا انا قلت له السترينج كوبيد. تمام؟ السترينج يو كوبيد وحطيت القيمه بتاعت البفر. طب تعالى كده نعمل له ران ونشوف. ها؟ قال لي ايه؟ قال لي ايه؟ قال لي انت السترينج انت عملت له كوبي. ايوه. وانت دخلت ايه البفر اللي موجود دلوقتي في البفر كام؟ او البفر اسمه ايه دلوقتي؟ ايه اللي دخلته في البفر؟ الارجيومنت اللي هي دي. مش احنا طبعناها مين؟ طب ماشي. طيب كده بص لي كده البرنامج ده، ايه المشكله الكبيره في البرنامج ده؟ بغض النظر على البوينترز والكلام ده، لو في وقت هنتكلم عليها، ايه المشكله في البرنامج ده؟ في مشكلة صعبة جدا، إيه هي المشكلة اللي عندي دلوقتي؟ طب الجماعة اللي معانا المبرمجين، إيه المشكلة في البرنامج ده؟
ومريم لسه معانا ولا خرج؟ اتفضل يا باشا. محتاج لوب مثلا عشان تعمل ديسبلاي لكل الاربعه كاركترز او الاربعه؟ ما احنا لا مش محتاج. لا انا واخده اري بالفعل، مش محتاج. ما هو انا حطيت له مينا طبعا لمينا، قال لي انت لوب تايب طب حطها، لان انا خلي بالك انا عامل باس للاري كله. لما تعمل باس للاري بتعمل له بالبوينتر بتاعته، بس مش مشكله يعني، مش مشكله دي، مش المشكله. اعتقد البرنامج ده ناقص له يهاندل اكسبشن. اوكي ممتاز. اللي هو ايه الاكسبشن؟ انا فاهم انت عايز تقول ايه، بس ايه هو الاكسبشن هنا؟ اللي انت لو حطيت اكتر، لو اي حاجه غير اللي انت مديها لي، لو اي حاجه غير اللي مديها لي. ممتاز. خليني اشيل بقى كل الكلام ده. تمام، مثلا دون سيف، هنقول مثلا انا كتبته هنا بشكل اصغر. لا اقول لك على حاجه، انا اشيلهم، انا اشيل انا كل ده الكلام ده كله، واشيل الكلام ده كله. ده بس مجرد ان هو برينت يعني، ما فيش حد بيقعد يكتب برينت والكلام ده. بص بقى كده، انا مديله مساحه كام عندي في الميموري؟ أربعة. وانا دخلت له الارجمنت بتاعتي كام واحده؟ هنقول مثلا انا دخلت له مثلا باهر. هل باهر دي الكاركتر؟ الكاركتر ببايت. انا كده مدخل كام بايت او كام كاركتر؟ خمسة. وانا المفروض اخد كام؟ أربعة. انا لو انا عملتهم هيقبل؟ هيقبل، لان انا مش قايل له ما توقفش البرنامج. بس لو كتبت بشكل معين وجيت على الاي اي بي، يبقى انا هقدر انفذ الماليشيس كود بتاعي. مفهومه كده؟ مفهومه ولا صعبه؟ تاني الحته دي. انا دلوقتي خليني اعملها برضو بالرسمه، خليني اعملها بالرسمه. انا دخلت له، قلت له هنا انا عندي الاي اي بي بتاعي whatever هو موجود يعني، ما نعرفش دلوقتي قيمته يعني. وعندنا اللي هو ريتيرن ادرس، هكتب عليه ريتيرن. تمام، وهنا عندي الاي بي بي اللي هو البارم بتاع الستاك، يعتبر ده البارم لانه بيكبر كده. وهنا الاي اس بي. تمام، المساحه دي يا عم مينا، انا قلت له المساحه دي اللي هي هنسميها بافر مجازة يعني، انا مسميها بافر يعني. المساحه دي كام مساحتها؟ كل تشارب واحد بايت، يبقى انا دي مساحتها كام؟ احنا قلنا اهنو واحده دي المساحه اللي هي البافر دي، قلنا له أربعة. صح. طيب يعني المفروض هو هيدي لي اربعه كاركترز او اربعه بايت، اللي هو كل بايت كل كاركتر ببايت. يعني لو كتبنا له مينا هتسعها ولا لا؟ هتبقى على قدها ولا لا؟ هتسعها. طيب مزبوط. لو كتبت له باهر، ايه اللي يحصل بقى؟ هيكتب هنا زياده واحد بي اي، وعندي الاي اوف هنا. طب والار تتحط فين؟ الزياده دي تتحط فين؟ تطلع في الاي بي بي. حلو خالص، حلو خالص، فهمت الفكره؟ طبعا الميموري بتتكتب بشكل معين، اللو ادريسز الاول وكل الكلام ده، بس ايه سيبك من دلوقتي دي، بس انت فهمت الفكره. حد عنده اي مشكله على الموضوع ده دلوقتي ولا ايه؟ ها، حد عنده سؤال على الموضوع ده؟ يبقى انا لو انا ما عملتلوش سانيتايز، هو ممكن يضرب. طب تعالى نشوف الموضوع ده بقى، نطبقه. الموضوع لغايه دلوقتي سهل ولا صعب؟ ده كويس. تمام، ها ابراهام، ايه الموضوع سهل ولا صعب؟ ابراهام معانا ولا خرج؟ لا موجود. طيب تعالى نعمل له تيستنج كده ونكتب باهر. تمام، خد باهر، خدها، لان انا مش قايل له هيعمل كراش كل حاجه، بس هو خدها عادي جدا. هقول له مثلا ماريو واحد، خد ماريو واحد. ايوه تمام. لا احنا كنا بس ما كناش شايفين الشاشه لسه، بس شفنا ده. تمام، هكتب له مثلا مارينا كام كده اسم عند 5 6 قابل برضه، مفيش اي مشكله، لان انت مش قايل له انت لو اكبر من كذا اقف ما تعملش حاجه، مش قايل له كده. طيب تعالى نفتح بقى ايه الاميونيتي ديبجر. هفتحه، خليني الاول اتاكد ان الفاير وول والفيروس ديتكشن كل الكلام ده مقفول.
لان انا عامل معايا مشكله امبارح قعدت وقت كبير كمان مع اني كنت موقف كل حاجه لقيت ان برده مش شغال. بس اكتشفت في الاخر ان في السيتنجز في حاجات كانت مفتوحه. طيب تمام كده، انا بس وقفت الفايروال عشان اقدر اشتغل براحتي، ما يقوليش في مشكله عندك يعني. طيب افتحه. طيب هنا هقول له open. تمام هقول له open، هقول له اللي هو باهر بس احنا غيرنا اسمه لنيو او whichever يعني اي واحد في دول يعني، بس anyway لان احنا كنا لسه قايلين هو النيو ده نيو. انا محتاج احط له كام argument لغايه دلوقتي؟ احنا قلنا اربعه صح؟ انا هقول له اكتر من اربعه، اقول له a a a a b b b b c c c c d d d d لان احنا قلنا بنكتب بالاربعه بايت، عشان بس ايه اقدر اعمله اي 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 اف 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 وات ايفر يعني، انا كاتب اي حاجه يعني. تعال نعمل له نفتحه. تمام فتح قدام البرنامج، خلينا اوري لك اقول لك دول ايه كل واحده فيهم. ده المكان اللي فيه الفانكشن المين فانكشن بتاعتي، ده المكان اللي فيه الريجسترز دي، ده المكان اللي فيه الستاك التوب اوف ذا ستاك والبوتوم اوف ذا ستاك، طبعا هو برضو هيحددهم بدول، وده الميموري كلها. طيب سيبك من ده كله يا باهر، هنا انت ايه الريجسترز اللي انت فاهمها من دول؟ من دول ايه اللي احنا اتكلمنا عليه من دقيقه وقلنا ده من اهمهم؟ الاي اي بي. الاي اي بي، الاي اي بي ده بيشاور على ايه؟ على النكست انستراكشن صح؟ النكست على هو ريتيرن. صح كده؟ طيب اللي هو النكست انستراكشن هو لسه مش ريتيرن، لان احنا دلوقتي هو في النكست انستراكشن، بعد ما يخلص الفانكشن هيرجع بقى للريتيرن، بس خلينا دلوقتي نقول ان الاي اي بي ده النكست انستراكشن. طيب الرقم ده انت شايفه هنا ولا لا؟ الرقم ده يس، اول واحد على الشمال فوق، اول واحد صح؟ لان هو بيقول ايه؟ الامر اللي بعد كده هو ده. طيب تعالى كده نعمل ستيب انتو، لما نعمل كده المفروض الامر اللي بعد الاي اي بي هيتغير بعد ده وياخد ايه؟ الرقم ده صح؟ عشان يبقى هو ده الفولوينج انستراكشن. طيب تعالى نعمل نفذ الاولانيه. تمام؟ طيب الثاني دلوقتي بيقول انت عليك الدور على ايه؟ على ده صح؟ وهكذا صح كده؟ طيب تعالى نعمل ران للبرنامج بقى كله، لان انا مش عايزه خطوه خطوه، احنا كتبنا حاجات صح كده؟ تعالى كده ايه نعمل ران. ايه ده؟ ده كتب اي 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 بي 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 سي 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 وهكذا دي 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 اي 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 اف اف. الاي اي بي خد رقم كام؟ اسمه ايه؟ خد ايه؟ خد عنوان اسمه ايه؟ 4 5 4 5 4 5 4 4 صح؟ طيب حلو خالص. طب يا باهر انت قلت لنا ان هو هيكتب الحاجات دي هنا، هيكتب على دي صح؟ مش احنا هو كان المفروض يبقى اربعه وانا دخلت له ادي اربعه، انا كتبته خلينا اعمله تاني، ادي انا بس عايزه بس اربعه 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 اربعه، انا زودت واحد، خلينا اعمله بس ايه عشان يبقى مفهوم بالنسبه لكم يعني، تعالى اكتبه من جديد او احطه من جديد. نيو اي 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 صح؟ ده هو هيقبل الاربعه بدول، اللي بعد دول هيعمل ايه؟ هيعمل اوفر رايت صح كده؟ طيب اقول له بي 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 تمام سي 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 دي 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 بس بحطهم اربعات يعني اي 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 اف 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 تمام كده؟ طيب يس، وهقول له لو قلت له ران دلوقتي ران كل البرنامج هيعمل ايه؟ هيعمل اوفر رايت صح كده؟ عمل اوفر رايت، بس القيمه دي يا باهر مش القيمه اللي انت كنت بتقول عليها من ثلاث دقائق، مش هي دي القيم اللي خدها من هنا. طب امال ايه القيمه دي؟ ايه 4 5 4 5 4 5؟ حد عارف؟ حد ممكن يخمن؟ حد ممكن يخمن؟ ها دوت ال بص المكان اللي راح يروح له اللي متخزن فيه المكان ده، بس ايه الارقام دي؟ ما هو ايوه ده المكان، بس ايه الارقام دي؟ ايه الارقام دي؟ بص كده
مش رقم احنا عندنا الزيادة كل اللي حاجة. داخلة من الـ input. ها؟ لا بص بقى يا شباب، مش احنا عندنا كل حاجة بنكتبها. انا وقفت السكرين السكرين ولا ايه؟ بتاعتك يا باهر بس اهي. السكرين مش احنا بتاعتك. عندنا كل حاجة انا بكتبها، كل حاجة في الميموري هي المفروض بصفر وواحد او هكس ديسمال يعني، صح ولا لا؟ صح؟ تمام. طيب بس استنى، ده لو ارقام. طب لو حروف، لو حروف يعني مثلا A او B هكتبهم ازاي؟ احنا قلنا اي حاجة هكتبها في باينري، بس هل ده ال كده A دي هيبقى هيكس. هي باينري؟ ها؟ لا هي هيكس. لا ايوه، كل حرف، كل حرف ادوله رقم يساوي الباينري. بنقول على الحاجات دي ايه؟ اللي هي التمثيل بتاع الحروف دي، بنقول عليها حاجه اسمها اسكي. خليني اقفل دي. اسكي، اسكي، تعالى كده نفتح كده دي. انتوا شايفين اللي انا شايفها دي؟ تمام؟ شايفينها صح؟ احنا قلنا كل حاجه مكتوبه بايه؟ بهكس. طيب شوف لي كده الهكس من دول اللي رقمه 45، اللي رقمه 45 قيمته كام؟ في الجدول ده 37 الهكس، الهكس اللي قيمته 45، 45 37 ولا على، لا 37 اهي فين جبتها منين؟ تحت اهي، اطلع فين فوق شوية، فوق شوية اليمين، الجدول اللي في النص. ده؟ اه 37 ليه دي 45 ايه؟ دسمه. انا بقول لك هكس، هكس. 69 في التيبل التالت. ايوه ممتاز، هي 69 بس احنا محتاجينها بالهكس صح؟ اللي هي 45. طب 45 دي ايه قيمتها؟ اي اي. يبقى هو اتكتب بايه؟ تعال نرجع كده، نرجع بقى لدي. هو اتكتب 45 اللي هي اي 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 اي، مش هو ده اللي احنا قلناه؟ كتب اهو بدي، عمل اوفر رايت الاي اي بي، فهمتها؟ طب تعالى نعملها بشكل تاني. ايه رايك نكتب كله اي 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 اي، هنا نيو وهنكتب اي 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 اي. انا بس عايز اعملهم اربعه 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 وات ايفر يعني، كلهم اي اي يعني. طيب تعالى كده بالنسبه للجدول ده، الجدول ده الاي، الاي قيمتها كام؟ 41 هكس. 41 هكس. يبقى احنا دلوقتي لو عملنا له الرن المفروض الاي اي بي يتكتب بكام؟ بايه؟ 41 41 41. عمل كده ولا لا؟ تمام. وعمل كده هنا برضو ولا لا؟ تمام. سهله لغايه دلوقتي ولا الموضوع صعب؟ لا كويس، حلو خالص. يبقى انا كل اللي انا محتاج اعمله ان انا بس ابعت حاجات للبرنامج لو حصل له كراش وقدرت اشوف ان حصل هنا اوفر رايت الاي اي بي. كل اللي انا محتاج اعمله دلوقتي ان انا احط في دي يعني، بص كده، بدل ما انا كنت هكتب الارجيومنت بتاعتي، مش انا عملتها واحد واحد اي 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 كده كده يعني كده، هنقول ان دي اللي كتبت الميموري بتاعتي. لو انا حطيت مكانها عنوان، يعني هنقول ان انا مثلا هنا هكتب malicious code مثلا، وليكن مثلا malicious code ده الرمز بتاعه باه، تمام؟ وجيت هنا، ده اللي بيكتب دي، وجيت هنا هنقول ان العنوان بتاع باهر ده هو مثلا او اكس 5555555. يبقى انا لو انا كتبت الكود ده كده ايه اللي هيحصل؟ هيكتب هنا 5555، تمام؟ طيب لما يجي عند الاي اي بي ويلاقي 5555 هيعمل ايه؟ هيروح للمكان اللي فيه ال 5555. مش احنا قلنا، خلينا نفتحها تاني اهي، هعمله كده انا يعني كاتبها يعني، انا لسه ما حسبتش، هحسبها لك دلوقتي. بس تعالى نقول له ستاب انتو، لو هنا لقى الاي اي بي 555 وبيشاور على دي اللي فيها الكود بتاع باهر اللي هو الماليشيس، يبقى هيعمل ايه دلوقتي؟ هينفذ الكود ده اللي هو وات ايفر بقى احنا كاتبينه، باهر ده بيعمل وات ايفر ماليشيس كود. هل الموضوع ده لغايه دلوقتي سهل؟ اتفضل. عندي سؤال، how would you pass malicious code as an argument هنا؟ يعني هل مثلا حلو يديله فايل يتفتح ولا ممتاز لينك؟ يعني because I'm pretty ممتاز. sure you're gonna type... ما اقدرش اعمل له ريفير لفايل تاني. ليه؟ لان الميموري عندي محجوزه بالفعل للكود ده. خليني ارجع لك تاني لدي.
خليني ارجع لك تاني دي افتحها لك تاني عشان تبقى انت فاهماها. وممتاز السؤال ده. انا دلوقتي حجزت الحاجات دي للميموري فما اقدرش اقول له الماليشيس كود بتاعك في حته تانية. لا لازم يكون فين بقى؟ لازم يكون فين؟ في الستاك. طب الستاك ده مش الستاك ده معمول بباينري؟ طب ما انا هشوف الحاجه اللي بتنفذ الماليشيس كود. تمام، يعني الماليشيس كود ده مكتوب بالباينري ازاي؟ مكتوب مثلا خد من ريجسترز حط فيه كذا، ولما تيجي لكذا نفذ السي ام دي. بس كده، ده اللي احنا هنعمله. هو اصلا الماليشيس كود اللي احنا هنكتبه النهارده هو مجرد ان احنا هنحط هنا، خليني اعملها بالقلم انا بس ايه اجيب ال لحظه واحده اجيب بس ال ان الانوتيشن بيبقى مش ظريف. لحظه واحده، هو السكرين لسه متشيره صح؟ بالظبط. بص كده، كل اللي انا هعمله هنا هقول له ادي الشيل كود بتاعي، يعني هحط له هنا الرموز اللي هي الباينري، وهوريك دلوقتي بتكتبها ازاي. الباينري بتاع السي ام دي مثلا، تمام؟ فاللي هيحصل ايه؟ هيبتدي يملى يملى، مفيش اي مشكله، هيملى 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 هيملى. والريتيرن ادرس هنا هقول له الريتيرن بتاعك لفين بقى؟ للمنطقه دي. يبقى انا الريتيرن ادرس هيجي لدي، فهينفذ الانستركشن اللي هنا اللي هي بتقول له انستركشن ايه؟ افتح سي ام دي عند او افتح ادمن اكونت عند الراجل التاني. فهمت الفكره؟ ولا صعبه؟ هو انا فاهماها ثيوريتيكال يعني. ما هو احنا هنعملها دلوقتي، هوريها لك دلوقتي. لا لا هتشوفيها، هتشوفيها سهله جدا 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 يعني. بس انا مش متخيله ايه اللي بيتحط في البافر غير arguments، فمش متخيله ازاي malicious code جوه الارجيومنت. ما هو ايوه، ما هو انت بصي، اي حاجه، اي برنامج انت بتكتبيه، اي برنامج انت بتكتبيه مش بيتحول تاني الباينري؟ يعني لو انت كاتبه فيروس بيقول delete all system files، مش دي ليها رمز بالباينري؟ خد السيستم فايلز وحطها في ريجستر اسمه كذا، وبعد كده تروح تمسح او تعمل مارك ليها انها ما بقتش موجوده وهكذا. يعني اي حاجه اصلا موجوده في الاخر هي مكتوبه باكواد بتنفذ الموضوع ده، وكل بروسيسور ليه الانستركشن سيت اللي بتفهم دي بتعمل ايه والباينري ده بيعمل ايه وهكذا. صح كده؟ يعني اي حاجه انت بتعملها اصلا على الكمبيوتر بتاعك انت بتحول تاني الباينري. كلمه كوبي وبيست ماليها امر في الباينري، صح؟ فكل اللي احنا هنعمله ان احنا هنشوف الامر بتاع السي ام دي ده ونحطه في البافر دي، هتشوفيها دلوقتي. تمام؟ اوكي. وفي تول اسمها ام اس اف فينوم او الماراس بويت، الفينوم بتاعتها هتكتبها لنا، هتكتب لنا بالانتربريتر بتاع الحاجه اللي احنا عايزينها. تمام؟ طيب لغايه دلوقتي الموضوع سهل. الحاجه الوحيده بس اللي انا ايه يعني ما اتكلمتش فيها قوي اللي هي النو اب، عشان بس الموضوع ده ممكن يتغير وكده وبتاع، فاحنا بنقول له ايه؟ اكتب نو انستراكشن. تمام؟ يعني لما تلاقي حاجه ما فيهاش انستراكشن افضل اكتب فيها حاجه اسمها نو اب، يعني ما تنفذش اي حاجه الا لغايه ما تنزل للكود اللي احنا عايزينه اللي هو هيشغل بقى الموضوع ده. طيب تمام. وده الاسكي جدول بتاع الـ اي حاجه ريبريزنتيشن بتاعها بالهكس كام. طبعا ما كتبتش هنا طبعا، لو انت سالت يعني ما كتبتش طبعا الباينري، بس انت فاهم الفكره. تمام؟ طيب نكمل بقى. في اي حاجه صعبه على الموضوع ده لغايه دلوقتي، ولا الموضوع مفهوم نظريا مفهوم؟ خلينا نكبر دي برضو. طيب يعني المشكله حتى لو انا قلت له الابيرنس بتاعي كبير اعتقد برضو يعني مش عارف هتبقى واضحه ولا لا، بس تعالى نعملها مع بعض. تعالى نفتح واحد من جديد خالص اللي هو باهر. تمام؟ انا مش متذكر طبعا كنت عامل فيه كام واحد، بس نحط ايه whatever. يعني انا بحط يعني حاجات عشوائيه، argument عشوائيه يعني. يس yes. اتفضل. لو عملت ال appearance او اي ثينك ات كولد او جي
لا ما هو ده الاكبر حاجه، ما ده اللي انا عملته، ده اكبر حاجه، ما ده مش فيش حاجه تانية. الاو اي ام، الاو اي ام ده اكبر حاجه للاسف. يعني وانا مش عايز العب في الويندوز، انا ممكن اكبرها كده بس هي يعني اعمل زوم ان وكده، بس هيبقى مش لطيفه يعني، فخليني كده احسن. بس الفونت انتوا شايفينه اعتقد كده صح؟ حد شايفه ولا لا؟ انا شايفه. طيب تعالى الاول خليني هقول لك على حاجه، خليني ده لان انا كتبته بروقان، ده شلت منه كل السترينجز والكلام ده كله، ان احنا خلاص بقى باهر اوفر فلو ده هنقول له whatever. لا توريك الاسامبلي بيشتغل ازاي. الاول انا اهو زي ما انت شايف، خليني برضو اقول له احنا مش عايزين اي دي لولز ولا اي حاجه، احنا عايزين بس المين فانكشن ده. الاول بيقول لي بوش الاي بي بي، حدد لي البارم اوف ذا ستاك تمام، وبعد كده موف الاي اس بي للاي بي بي. دونت وري اباوت ات، يعني ما تفكرش فيها دلوقتي، خلينا نعمل ستيب انت وخلاص. ده ال اعرف ان ده المين فانكشن بتاعتي تمام. لما بتنادي على فانكشن تاني تمام، بتنادي عليها بالكول، وبعد ما يخلص في الايه، احنا قلنا الايه الريتيرن ادرس اللي هياخده منه. طيب تعالى كده ايه نعمل ستيب انتو عشان تشوف. انا عندي قبل ما ابتدي البرنامج اهو عندي الاي اي بي بيشاور على ايه، على الادرس ده صح. طيب تعالى ننفذ. طيب بدا اهو، هو خد الادرس اللي فوقيه كان راح له بالفعل اللي هو كان ده، نفذه. طيب دلوقتي انا المفروض، انا المفروض هنزل على اللي اخره كام 21، وفعلا الاي اي بي بتاعي بيقول لي انزل على الادرس اللي 20 اللي اخره 21. طيب ماشي نعمل ستيب انتو كمان نزل عليه، اللي بعد كده المفروض يبقى ايه ده، وهكذا تمام. خلي بالك هتقول لي باهر ايه ده، انا فاهم، انا فاهم يعني، انا مش فاهم قوي بس الحته دي انا فهمتها، وده العنوان بتاع الميموري، امال ده ايه؟ حد ممكن يخمن ده ايه؟ الجزء ده ايه؟ حد ممكن يخمنها؟ هو هاكس بس ايه هو؟ اه ايه هو؟ مظبوط هو هاكس طبعا، اي حاجه احنا قلنا في دول كلهم هاكس، بس ايه ده بقى؟ هو ده نفس الباينري بتاع ال، ايوه ده الماشين كود بقى، هو ده الباينري بتاعنا بتاع الاسامبلي. لذلك احنا بنستخدم الاسامبلي لان احنا ما عندناش السي. انا دلوقتي لو انا جايب برنامج اهو مكتوب باي اكس اي، جيت تفتحه باي حاجه مش هيطلع لك الكود بتاعه، لكن اقدر اشوف الماشين ما هو بينفذ الحاجات دي، فالحاجات دي موجوده عندي فانا هقدر اشوف تمام. هي هو هيبقى مكتوب كده بس بسهوله جدا، انا عارف ان السي 3 مكتوبة عندي في الاميري ديباجر بتساوي ريتيرن، ال 55 معناها بوش اي بي بي، وهكذا تمام. هل لغايه كده الموضوع صعب ولا سهل؟ لا سهل حلو خالص. طيب انا حتى لو كنت يعني ماشي، بس انت دلوقتي فهمت الفكره، فنبتدي بقى ايه ننزل واحده 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 لغايه ما يجي لي عند الستاك تمام. وزي ما انت شايف كده بيبتدي ينفذ ال 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 طبعا سيبك من البوينترز دي، دي بوينتر، اللي عارف سي كويس عارف ان البوينتر دي هي بتشاور على اللي جوه الادرس ده، القيمه اللي جوه الادرس ده تمام. لذلك يعني انت لو تعمقت في السي هتفهم اي لغه مكتوبه تمام، واسف في الاسامبلي انا يعني بقول السي. الاسامبلي يعتبر يعني لناس كتيره جدا هي اصعب لغه في لغات البرمجه، ومش بتستخدم كتير على فكره، يعني اي حد دلوقتي بيكتب بالسي والكومبايلر هو اللي بيعمل الكلام ده كله تمام. في كمان حاجه، لو عندك برنامج عايز تفك الشفره بتاعته ترايل ولا حاجات زي كده، بيتعمل له الكراك بتاعه منين او ازاي؟ بده بنزل بشوف الفانكشن اللي موجود عليها القيمه اللي هو عايزها، لو موجوده ومش متشفره باخدها واحطها، طب لو موجوده متشفره الجامب بقول له ايه يعني نط فوق الحاجه اللي فيها الموضوع ده، يعني حتى مجرد ما حد يدخل لك اي قيمه عدي المنطقه اللي بعدها وادخل على طول على البرنامج
فأي حاجة برضو بتتعمل بالأسمبلي. الأسمبلي ده يعني حاجة مهمة جدا ده. طيب ماشي ما علينا يعني. بس انتوا فهمتوا الفكرة يعني. تمام؟ في أي مشكلة لغاية دلوقتي ولا الموضوع صعب؟ وانا عندي سؤال صغير. هو الاميونيتي ديباجر ده ممكن الواحد يعمل اي اديتنج من جواه؟ تعمل اديتنج لايه بالظبط؟ للبرنامج؟ لا البرنامج مكتوب بالفعل، انت مجرد ان انت بتقدر تغير في القيم. لو قصدك تغير في القيم او كده ممكن تلعب في بعض القيم طبعا. وغير ده كله انت خلاص بقى عندك الباينري بتاعه او الاسامبلي بتاعه، ممكن تكتبهم وتغير انت براحتك. تمام؟ وممكن تدي قيمة طبعا، يعني مثلا القيمة أنا عندي سؤال تاني دلوقتي يا باهر. دلوقتي أم سوري في حد كان بيتكلم من أخرته، أنا أسفة. لا لا أنا كان عندي سؤال دلوقتي. الجهاز ده البرنامج ده موجود عندي أنا على الجهاز بتاعي. طب أنا دلوقتي لو أنا دخلت على جهاز حد تاني، أوكي أنا فاهمة إن أنت بتشرح لنا ده عشان ممكن نحوله ندخل بيه مدخل للهاكينج. تمام. بص طب انا ازاي هجيب الكود بتاعه واترجمه على جهازه؟ لازم اجيبه على جهازي؟ ده كان سؤال ابراهام. حلو قوي، ممتاز. تمام. انت جيت النقطه حلوه قوي. بص كده، مش انا بعمل سكاننج على الموضوع ده، انا مش قاعد على الجهاز اهو، مش انا بعمل ان ماب مثلا، ان ماب وبكتب البرايمريز بتاعتي وات ايفر، وبكتب هنقول مثلا داش اي داش بي بي داش، وهقول الاي بي بتاعي مثلا. ده هيطلع لي البرامج او البورتس اللي موجوده والفيرجن بتاعي، اقدر انزله عندي واشوفه شغال ازاي. دي واحده، دي حركه منهم. الحركه الثانيه ان انا اصلا انا دي سيرفيس موجوده، هوريك دلوقتي اصلا هو سيرفر شغال اللي احنا نشتغل عليه. برنامج اكبر من كده دلوقتي هنشتغل عليه اسمه بول سيرفر، فانا عارف اسمه خلاص هنزله واعمل دوبليكيت لي. طب بلاش ده كله. طب مش انا ممكن بعد ما عملت ان ماب اخش على الجهاز ده اصلا على الويندوز ده؟ فانا ممكن لما ادخل على الجهاز ده اعمل له برضه ران من هنا. يبقى في دي ثلاث طرق. فهمتيها مدام ولا لا؟ يعني انت بتدخل على الجهاز تجيب الكود بتاعه وبعدين تتأكد اعمل له دوبليكيت. ايوه بالظبط كده، اعمل له دوبليكيت اجربه عندي في ماشين عندي، لان الموضوع هيبقى وقت، فانا هجربه عندي وهعمل هعمل الايشو ريبليكيشن، هعمل له ريبليكيت. يعني هاخد نفس الماشين دي، انا هو عنده ويندوز 10 مثلا، هجيب ويندوز 10 وعنده برنامج اسمه فول سيرفر. تمام، هنزل البرنامج ده واشتغل عليه. تمام، وابتدي اطلع فيه الحاجات. طب افرض لا انا عندي لا ده ولا ده، طب ما هي بسيطه، ما انا اصلا عرفنا من المرات اللي فاتت ان انا ممكن اخش على الجهاز. تمام، باي vulnerability ثانيه مش البفر اوفر فلو، اخش على الجهاز عادي وابتدي منه اشوف البفر اوفر فلو، وبعد كده البفر اوفر انا دخلت خلاص على الجهاز، البفر اوفر فلو بقى وراني البرامج اللي عندي. تمام، اطلع انا بقى اجرب فيهم عشان تو جين روت اكسس، لان البفر فلو الفكره منها ايه؟ ما انت تقول لي طب ما انت دخلت على الجهاز محتاج البفر اوفر فلو في ايه؟ لا، البفر اوفر فلو هتدي لي ادمن اكسس، لان انا هفتح شيل كود، هفتح سي ام دي عنده بالادمن اكسس او بالادمن بريفليجز. مفهومه كده؟ يعني لو انا دخلت على الجهاز عادي من غير حاجه، اقدر برضو اشوف الحاجات اللي راننج و و و و و و يعني، لان في حاجات كتير مش هقدر اعملها رن. يعني البرنامج ده مش هقدر اعمل له رن مثلا من غير ما ابقى قد، لكن انا شفته وعرفته تمام على الجهاز برغم ان انا ما كانش عندي ادمن اكاونت ادمن بريفليج. اعمل انا بقى ايه على جهازي بقى انا اشغل الموضوع ده. تمام، وهوريك دلوقتي برضو حاجه من بعيد لبعيد برضو تشتغل عليه وانت في مكانك، هتشوفها دلوقتي. هوريك ازاي تشتغل عليه من غير ما تخش على الجهاز بتاعه. طب سؤال يا باهر، انت دلوقتي استغليت البرنامج ده علشان تترجم البرنامج بتاعك اللي انت عامله بالسي للي احنا شايفينه الاسمبلي لانجويج. تمام بالظبط. طب انا اعمل العكس ازاي؟
قصدك ايه الاول؟ يعني مش فلتر اللي هو ايه العكس؟ يعني احوله لحاجه اقدر افهم منها بيانات عن لا، اللي انا ما هو ده جايباه اللي ازاي. اتفهم. لا 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 لا، ما هو ده ان انت محتاجه بس تعرفيه ان انا محتاجه ادخل قيمه كام عشان اعمل اوفر رايت للاي اي بي. يعني انا ده اخري، انا مش هحوله للسي خالص، ما هو انا ما اعرفش اصلا انا هرتبه باهر ازاي. مش هبقى ماسكه التيبل بتاع الاسكي، لا الاسكي الرموز دي لا لا كلها لا لا، ما انا انا مش هوريكي. لا هقدر. لا، اه هوريكي بتعمل طبعا. ازاي، هوريكي بتعمل ازاي. كل ده انا هم في 6 خطوات، موضوعهم سهل جدا، هم 8 بس 6 اللي احنا هنشتغل بيهم، يعني سهلين جدا يعني. تمام؟ انت طبعا لو فتحت هتقدري تفهمي الموضوع ده. يعني مثلا هنا بيقول لك ايه، فين هنا اهو بيعمل بوش للقيم اللي انا دخلتها. انا مش انا دخلت له A B وات ايفر، دخلته من حبه وات ايفر يعني، اهو بيبتدي يدخلهم الارجيومنتس هنا. في حاجات انت هتقدري تشوفيها وتفهميها. تمام؟ بس anyway، يعني ما انتش محتاجه دلوقتي تفكري فيها بالشكل دوت. يعني اوريكي دلوقتي تعمليها ازاي. المهم، لا انا اسف، احنا دخلنا قيم A وات ايفر احنا دخلناها، انا مش فاكر والله اللي احنا دخلناه. لو انا بقى عملت run هيفضل ينزل لغايه ما يجي لاخر حاجه. خليني بقى ايه اعملها له. تمام؟ run ده اهو. تمام، 41 41 41 41 اللي هم بالاسكي. احنا قلنا ال 41 41 41 او 41 كام بالاسكي؟ اللي هي دي. حلو خالص، تعالى بقى نمشي بقى على الخطوات. مش هنعمل كل الموضوع ده ومش هقعد ابص والكلام ده كله. دي الخطوات بتاعتي. بصوا هم 10 سلايدز، انا مكرر فيهم 3 4 سلايدز كمان. تحبوا نعملها المره دي ولا المره الجايه؟ المرة دي واحنا نكمل. سخنين بقى. طيب تمام. طيب هنفتح ال، انا نزلت سيرفر ملف اسمه بون سيرفر. انا هو ما اعرفش معلوماته، يعني هتقولي لي افتح السي، لا انت ما بيبقاش عندك اكسس للكود بتاعه، انا هعتبر ان انا ما اعرفش حاجه عنه. كل اللي بيعمله ده ان هو بيفتح بورت على الماشين دي وبتتوصلي بيه، زي بالظبط لما انت تخش على الانترنت وتدخلي على ويب سايت بيفتح لك سيرفيس معينه على على ماشين. تمام؟ او مثلا حتى الويب براوزر، انا هوريكم البرنامج ده مثلا، في صفحات انترنت كتيره تيجي تخش مثلا ويب سايت بيقول لك تشينج باسورد مثلا، ده برضو برنامج هوريه لكم برضو لما نخلص لو في وقت يعني. بس هو المهم ده بيفتح بورت 9999 تمام على الماشين دي، بحيث ان انا لو جيت للكالي اقدر اتوصل بيها، اقدر اكلمه، اقدر ابعت له كمانس مش اتحكم فيه. فخليني افتح برضو اللينكس بتاعتي. تمام، عشان بس تشوف ان هو بيعمل كده. هتشوفه دلوقتي حالا يفتح. بس طيب على بال ما يفتح، احنا عندنا اكتر من خطوه. الخطوه الاولانيه والثانيه واحد تقريبا، خلينا اشرحهم. الخطوه الاولانيه والثانيه بكل بساطه معناهم ايه؟ انا هبعت اي معلومات لغايه ما الاقي ايه الجزء اللي فيه المشكله، وابعت له معلومات كتيره عشان اعرف بالظبط بيقف عند ايه. بس كده. بمعنى اصح في الخطوه اللي احنا عملناها دي، خليني ادخل بس على كالي. بمعنى اصح، شايفين الخطوه الاولانيه والثانيه لما احنا فتحنا الاميونيتي ديبجر، خليني احط هنا. انا عرفت منين ان الـ البرنامج بيتعمل له كراش؟ هل انا كنت عارف ان هو بيكتب على 4 بايت بس؟ لا، امال عرفت منين؟ بعت له وات ايفر انفورميشن هنا تمام، وقلت له ران بس، لقيته عمل كراش. صح كده ولا لا؟ تمام. تاني انا دلوقتي معيش السي كود بتاعي، انا معيش السي كود بتاع البرنامج ده تمام، بس انا عارف ان البرنامج ده بيقول لي انتر يور نيم. صح كده؟ البرنامج اللي انا كاتبه اللي هو الاولاني ده، انا هنزل الاول السهل بتاعي اللي هو باهر. اللي هو كان انا واحد كان سهل بتاعي ده،
ده تمام. هل انا اعرف هل انا معايا الكود ده؟ لا انا معايا الاي اكس اي بس. طب هل انا عارف المفروض ادخل كام كاركتر ولا مش عارف؟ لا مش عارف. مش عارف صح. طيب انا عرفت ازاي؟ فتحت اهو بالبرنامج تمام، هفتح البرنامج اهو whatever هو main بقى ولا whatever، وكتبت فيه اي معلومات، بعمل له fuzzing وspiking، بعمل له poke يعني، بكتب له اي معلومات وباي رقم whatever صح. انا طبعا اتخيل ان انا مش عارف، لما هعمل له run اتعمل ايه؟ اتعمل له crash، وقف اهو خلاص البرنامج. حد شايف فيه حاجه هنا تانية؟ حاجه تانية هنا؟ لا اتعمل له crash لانه اصلا حط القيمه اللي انا حطيتها. فانا هعتبر ان انا ما اعرفش القيمه اللي عندي ايه، وهعمل نفس الموضوع. هو هو كتب على الاي على الاي على الاي بي بي كمان. طيب تعالى بقى نعملها مع بعض. هنعمل برنامج جديد خالص، لا انت ولا انا عارفين الكود بتاعه تمام، اللي هو اسمه سيرفر بون سيرفر تمام. البون سيرفر ده مجرد ان هو بيفتح لك تي سي بي، بيفتح لك بس كونكشن بينك وبين، يعني بيفتح بس كونكشن على جهازك تبعت له اوامر بيها. طيب تعالى كده نشوف اللينكس بتاعي، انا فتحته اهو خلاص تمام، خليني اقفله تاني اهو البرنامج اهو، هفتح الاي اكس اي. بيقول لك مساء الخير، انا مستنيك تكلمني. هنعتبر ان ده برنامج تشات مش حاجه تانيه تمام. نيجي على اللينكس بتاعنا، اللينكس بتاعنا. طيب انا كنت بتوصل باي برنامج؟ حد فاكر ازاي زمان كنت بتوصل باي برنامج؟ اولها ان نت كات. نت كات صح، واحط الاي بي بتاعي بتاع ال 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 الماشين دي. تعال نجيب الاي بي برضو عشان نبقى متاكدين، لان انا كنت حاطه 153 اي بي كونفيج. IP config 153 تمام، يبقى هو لسه ما اتغيرش تمام. واحط الاي بي والبورت بعديه، انا حطيت نت كات وبعدين حطيت 192.168.1.153 بس كده، وبعد كده البورت بتاعي 9999 انتر تمام. خليني اعملها بشكل تاني، خلينا اقول NC NB تمام open تمام. المفروض دلوقتي لو كتبت له help، تعالى نفتحه من جديد. هل في firewall او حاجه؟ خلينا نعمله من جديد، انا اسف، افتحه من جديد. في حاجه crashing؟ هي بس مجرد انا هعمل الخطوتين دول، مش هعمل اكتر منهم في الاول. طيب تمام، بون سيرف تمام. نيجي على لينكس بتاعنا، اللينكس بتاعنا متوصل وتمام. طيب تمام حلو خالص، اهو اتوصل بيه اهو. ولو جيت هنا على الماشين بتاعتي، معلش شو بس كده عايز يعني ريفرش، عمل ايه؟ قال لي ان انت متوصل بجهاز اللي هو ده. حلو كده تمام. انا هقول له هيلب، انا عايز اعرف ايه الكومنتس اللي انت بتقبلها مني. هيلب هو بيقبل ايه بقى؟ بيقبل الكومنتس دي تمام. ترون مثلا، هو طبعا دول كلهم انا جربتهم طبعا تمام، دي الكومنتس اللي هو بيقبلها يعني هيقبلها مني. انا هستخدم الترون ده وهبعت له اي قيمه واشوف هيقبلها ولا لا. هو بيقول لي ده، هنعتبر ان ده كوماند whatever معناه، ملوش معنى ان هو بس مجرد يبعت كاركترز للسيرفر ده. تعالى كده نحاول كده ترون، هشوف بس هو بيقبل ولا لا. قبل تمام. طب اكتب له ترون، نكتب له 100 مثلا، 100 اي مثلا whatever يعني، بس ايه اي حاجه يعني. قبلها ولا لا؟ قبلها. قبل. طيب حصل له كراش ولا لا؟ يعني البرنامج ده وقف ولا لسه شغال؟ لسه شغال يبقى. لسه شغال. والدليل اهو، تعالى اكتب له اي حاجه.
run نكتب له مثلا HHHHHHH whatever يعني. انا بس بعمل fuzzing ببعت اي قيم واشوف هيقبلها ولا قابل. طيب خلاص تمام كده انا ده اللي انا كنت عايزه ادي له قيم وخلاص صح. طيب صح. انا عايز بقى اعرف امتى بيحصل له كراش. خلاص انا هكتبها بسكريبت. هي دي الفكره نكتب بقى بسكريبت نكتب الحاجات دي انا كاتبه هنا على العموم. طيب تعالى بقى ايه نرجع تاني. يبقى اول ستيب هحاول ابعت بيانات الاول سبايك نعمل له بوك تمام. تاني ستيب بقى ابعت له بيانات كتيره عايز اشوف هيقف ولا لا. طيب تعالى كده هنا في الـ في الـ في اللي احنا عملناه انا قلت له قلت له نت كات ولقيتني متوصل بيه ولقيت هيلب وشغال وكله تمام ده اللي انا كاتبه يعني. طيب تعالى نعمل مع بعض سكريبت يعمل لنا الموضوع ده ونقرا احنا. هقفل دي هفتح برضو السيرفر بس المره دي هفتحه عن طريق الاميونيتي ديبجر تمام لان احسن لي عشان اقرا القيم برغم ان انا هجيبها بشكل تاني مش هجيبها من الاميونيتي ديبجر بس انا عن نفسي كبير عايز اقراهم اعرف القيم دي هو بيفتحها منين تمام. اوبن من فايل كلمه اوبن هفتح بقى دلوقتي البرنامج اسمه ايه ده صح فولم سيرفر. طيب تمام انا اسف انا ليه قلت له كلمه مين فولم سيرفر. فولم سيرفر اقول له ده تمام تمام فتح لي البرنامج. انا اعتبر ان انا ما اعرفش اي حاجه. انا دلوقتي هعمل ايه محتاج ابعت بيانات لده تمام للبرنامج ده بحيث نعمل اوفر رايت للاي اي بي صح ولا لا صح. طيب خلاص انا عامل برنامج اهو بس ممكن نكتبه مع بعض لو عايزين نكتبه مع بعض مفيش اي مشكله. انا كل اللي عملته قلت له ايه قلت له ريد لاين ليه ريد لاين. تعالى بس اوري لك السكريبت اللي انا عامله ده فين الويندوز لحظه واحده. لا انا مش بس مش عايز الميموري بتاعتي تقعد لحظه اقفلها دي لحظه واحده انا اسف هرجع تاني للويندوز بتاعي. ده الويندوز بتاعي لا انا اسف فين الويندوز انا خفيت ولا ايه اهو. طيب دلوقتي انا فتحت الاميونيتي ديبجر ولا لا انا مجرد ان انا حطيته في الاناس فتحت البرنامج ولا لسه انا بس قلت له ايه حطه لي جوه الاميونيتي ديبجر بس محتاج اقول له رن صح. طب شوف كده لما اعمل رن ايه اللي هيحصل. رن ايه اللي هيحصل اشتغل في الباك جراوند ولا لا يب حلو خالص. طيب انا كاتب سكريبت تعالى نبعته ونشوف. اروح بقى على الكالي. ممتاز ممتاز جدا. كل انا هقول له ايه هقول له ريد لاين لان هو بيكتب لاين في الاول وبعد كده حط لي ترن وحط عليه اي معلومه يعني اي whatever يعني تمام. انا بس مجرد بعمل له فازنج بس مش اكتر تمام. تعالى نكتبه احنا براحتنا يعني تعالى نكتبه احنا براحتنا على شيل دي خليني كمان استخدم اللي هو كان كاتبه ولا بلاش نستخدم بتاعنا ولا نستخدم اللي كان سايبر منتور كاتبه. نستخدم بتاعنا عشان هي يبقى ماشي. متسهل بس انت هتلاقي كاتبه ابسط من التاني. بالظبط انا كاتبه ابسط من التاني بكتير يعني. بص انا مجرد بقول له ايه لما تكلم الراجل ده اعمل سكيب لللاينز دي لان هو ريد اللاينز دي لان هو هيقول لك حاجه فانت سيبه يكتب. بعد كده السترنج بتاعك اللي انت هتبعته له اسمه ترن مسافه. مش احنا قلنا ترن ومسافه وبعدين الحاجه اللي انا احطها اي 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 whatever انا احطها صح تمام. ده اللي هيعمله السترنج ده السكريبت ده السكريبت ده بنسميه whatever dot spk spike ده مجرد بس يعمل poke مجرد ان هو بيبعت information بس right. تعالى نسيبه. طب ابعته ازاي يا باهر ابعته ازاي بص بقى
انا دلوقتي خليني اقف بس على الديسكتوب. عشان اعمل له run الاول انا هقف على الديسكتوب cd desktop. تمام، تعالى اتاكد ان انا على الديسكتوب دلوقتي. اسف، تمام انا على الديسكتوب. طيب انا دلوقتي عايز ابعت معلومات للسيرفر ده تي سي بي، ببعتها ازاي؟ ببعتها بحاجه اسمها generic. خليني امسح ده كله عشان ما تتلخبطش. ببعت حاجه اسمها generic send TCP. مش انا عايز ابعت له معلومات ولا لا؟ عايز ابعت له معلومات عن طريق النتورك، فبعمل له حاجه اسمها send، ودي تول موجوده في الـ في الـ في الكالي ممكن تبعت المعلومات دي. انا بس عايز ابعت له معلومات. طيب المعلومات دي ناقصها ايه؟ ناقصها argument اللي هو الاي بي بتاع اللي انا هبعت له، وال 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 والفازر او السبايكر اللي انا هبعته، الحاجات اللي هي الكمانس اللي جواه. طيب ماشي، ما انا كاتبها. يبقى انا هكتب generic TCP واحط الاي بي بتاع اللي انا هبعت له والبورت اللي انا هبعت له. طب ناقص ايه؟ مش انا عايز ابعت له المعلومات اللي جوه الملف ده، صح؟ يبقى هكتبه له fuzzer dot spk. طيب في معلومات بعد كده انا هبعتها؟ لا، انا عايز اقول له skip للفار وskip للسترينج. انا ما فيش حاجه ثانيه هبعتها هنا كارجيومنت، بس كده. تعالى بقى نبعت ونتك اوكي. بيبعت ولا لا؟ بعد بيبعت عادي، صح؟ قاعد بيكتب اهو. طيب تمام، هو حتى قاعد بيكتب، يعني قبل ان هو الكتابه دي. ده بالظبط اللي انا كتبته من ثلاث دقائق. خليني اقفل دي. ده بالظبط اللي انا كتبته من ثلاث دقائق. انا اسف، لحظه، على لينكس مهنج اهو. ده اللي انا كتبته من ثلاث دقايق. بدل ما انا كنت كتبت نات كات مش عارف ايه، وبعد ما فتحت قلت له اكتب لي ترون اي 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 اي، لا انا هعمل سكريبت هو اللي يبعت لي الحاجات دي. حد فاهم حاجه؟ يعني كل اللي انا بعمله بس بالسكريبت ده، كل اللي انا عملته قلت له بدل ما انا اقعد انا اكتب لك كل الثلاث حاجات دي كل مره، لا انت اللي هتبعته. طب ماشي، طب تعالى، طب ايه رايكم بقى نكتب سكريبت كبير؟ معلش معلش قبل ما تخش على النقطه اللي بعديها، هو السكريبت ليه مش مكتوب في ان سي اور، ولا احنا نخش ازاي على على الكمبيوتر حلو. ممتاز. انا ليه مش كاتب في ان سي؟ لان انا معوض عليها بايه؟ ابعت سكريبت. ايوه، generic send TCP. ابعت TCP packet للعنوان ده على البورت ده وحط فيه المعلومات دي. ده مش نت كات دلوقتي، انا بس مجرد ان انا بعمل communication معاه عن طريق ان انا ببعت له packets. يعني انت SSH او you shield to the new machine؟ لا لا خالص، لسه مش ده. لا لا لا، انا مش شيل خالص، مش شيل كود خالص. انا كل اللي انا بعمله دلوقتي بقول له ايه؟ اعمل communication مع ده وابعت له الانفورميشن اللي هنا، بس كده. اوكي تمام كده. ثانك يو. كل ده اللي انا عملته. طيب تعالى نرجع هنا. تمام، يبقى انا عملت النت كات، بس انا قلت لا، انا هبعت، انا هكتب برنامج يبعت لي الحاجات دي. احنا قلنا اعمل ريد لاين الاول، استنى، بعد كده ابعت له ترون. انا اسف، هنا طبعا كتبتها غلط. ايه اللي غلط في دي؟ المسافه. تمام، واعمل كلمه فاز. تمام، ده اللي هو السبايك فايل، وقلت له ابعت السبايك فايل ده للراجل ده، ابعت اللي هو الفازر ده او السبايك للراجل ده على بي. حلو كده ولا صعبه؟ كويس، حلو خالص. بص بقى، بص، مش انا بعت له ده؟ تعالى تاني بص. الله، 100 100، اتعمل له اوفر رايت ولا لا؟ معايا ولا فين؟ تعالى نعملها من جديد خالص. انا هوقف السيرفر وافتحه من جديد خالص. هفتح السيرفر اهو. تمام، السيرفر ده قلنا بيقبل لحظه، لانه في كونكشن، اقفله من الاثنين. هو طبعا الكونكشن الثاني، هقفل ده خالص واقفل ده خالص، وطبعا اتعمل له اوفر رايت. بص بقى، هفتحه من جديد خالص.
افتحه من جديد. تمام. قلنا ان الفول سيرفر ده بيقبل امر اسمه تران انت بتبعته له، صح كده؟ طيب خلاص، يبقى ده انا فتحت اللي هو السيرفر، هقول له رن كده، هو مستني ايه؟ مستني الكمانش بتاعتي، صح؟ صح. اجي هنا واقول له، شايفين اللي جوه الملف ده؟ هبعته له، هبعته له، انا هبعت ايه؟ هقول له read line، بعد كده اعمل string اسمه trun، تمام، اللي هو الامر اللي هو عايزه، مسافه، وحط فيه، افضل حط فيه a a a a a والكلام ده كله، صح كده؟ انا بس عايز اشوف هيعمل بريك ولا لا. لو ما عملش بريك يبقى مش هينفع، لو عمل بريك يبقى 100 100. طب تعالى نفتح، تعالى نفتح. هنعملها ازاي دي؟ مين يفكرني؟ نكتب generic underscore send. حلو، الاول بس اخش على الديسكتوب عندي. اوكي عشان ده ايه اهو، يلا اس اتاكد بس، اهو ده الملف هنا. تمام، هقول له ايه؟ ابعت لي تي سي بي، تمام، للاي بي ده. بس انت هتبعت ايه؟ هتبعت اي تي سي بي ولا اللي جوه بس الملف ده، الايهات اللي موجوده في الملف ده، الامر واللي جوه الملف بالظبط؟ ده بالظبط زي ما انا كنت من خمس دقائق كنت كاتب، بالظبط زي ما انا كنت كاتب ترن ترن ايه ايه ايه، صح؟ بس ده هيفضل يبعته، هيفضل يبعت 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 لغايه ما يقف. طيب تيجي ننفذه، يلا بص بقى على دي، بص على دي، خليني اجيبها كده وهجيب ده كده. مستعدين نقول له ران ونشوف؟ ماشي يلا بينا. افتحه من جديد برضو عشان تشوفوه اهو. سي دي ديسكتوب، وهقول له طيب تمام اتاك انتر عشان تشوف بقى. بص لما اتاك انتر يعمل ايه؟ اوبا بعد، عمل له اوفر رايت ولا لا؟ تمام. تعالى نتاكد هو عمل له اوفر رايت ولا لا. البرنامج اللي ورا اتعمل له كراش ولا لا؟ وقف خلاص، البرنامج وقف، هو مش قادر كمان يكمل، تمام، او في لحظه، لان هو خلاص قال لي حتى هنا كلمه باوز، اكسبشن اهي، فايوليشن اهي، شايفين ده كله؟ دي اول خطوه. طب ايه ايه انت ليه عملت الحركه دي يا باهر؟ انا كل انا عايز اعمله، كل انا كنت بس عايز اعرف هو عمل ولا لا، هل هو اتعمل له اوفر رايت ولا لا؟ بس كده، بس، او بمعنى اصح البرنامج اتعمل له كراش ولا لا؟ نجحنا في الخطوه الاولانيه ولا لا؟ نجحنا. طب لو الخطوه دي ما كانتش اتنفذت ده معناه ايه؟ مين يقدر يقول لي؟ كناش هنعرف نرجع على الريتيرن، ما كناش هنعرف نعمل اوفر رايت عليها. معناه ان المبرمج بتاع البرنامج ده كاتبه كويس، احنا بنتكلم دلوقتي على السي والسي بلس بلس، عامله كويس بحيث ان هو مش قابل ان هو يرجع لي، خلينا ارجع لدي، هو قايل له مهما حد كتب اعمل لي الاول تشيك، انا محدد لك 500 في الميموري، اتاكد ان 500 بس جوله، ما تعملش حاجه تانية، تمام كده؟ يبقى اول خطوه، يبقى ايه لازم اول زيادة. خطوه ما ياخدش زياده، يبقى ايه لازم اول خطوه؟ انا بس اول خطوه دي معناها ايه؟ هل في، خلينا اكتبها تحت، is the app vulnerable to buffer overflow ولا لا؟ يعني هل هو علشان كده احنا بنوقف الفاير وول؟ انا وقفت الفاير وول عشان في دي ال الز وحاجات زي كده هنتكلم فيها دلوقتي. يعني هو بشكل او باخر الاميونيتي ديبجر مش قادر يقرا كل حاجه، تمام، مع الفاير وول مش قادر. فطبعا انت عيب على الماشين بتاعتك، انت بتعمل تيست فتقدر توقفه، تمام. طيب يبقى الخطوه دي انا عملت فازنج وسبايكنج لايه؟ للبرنامج، عشان اعرف ايه؟ عشان اتاكد هل هو بيتعمل له كراش ولا لا. لو اتعمل له كراش يبقى ده ينفع نعمل عليه بافر اوفر فلو ولا لا؟ ينفع كده، بس كده، دي اول خطوه. يبقى اول خطوه تعرف الموضوع ده يشتغل عليه البافر اوفر فلو ولا لا. عرفت ازاي؟ بعت له كاركترز كتيره ولقيت ان هو الراجل قبلها، صح؟ طيب سهله كده ولا صعبه؟ تمام. طب حلو خالص.
الفازنج بتاعتي اه خلاص انا عملت بقى ايه بعت حاجات، بس دلوقتي انا عايز اعرف هل الموضوع اشتغل ولا لا. اشتغل لان انا شايف ان اتكتب عليه اهو، دي سكرين شوتس ناخدها من جهازي، لو في حاجه انا مش واضحه قول لي يعني ممكن ناخدها من جديد يعني. طيب بص بقى، انا عايز اعرف كم كاركتر اتكتبوا، نجيبها ازاي؟ انا عايز اعرف كام كاركترز اتكتبوا كتير جدا، هل انا اقعد اعد ده كله؟ لا ولا لا؟ او كم ميموري ادرس اتكتبوا؟ اعرف منين؟ هو مش اخر رقم بيبقى اللي فوق؟ ايوه، هو السايبر منتور او اللي هو كاتبه قال لك خلاص انت هتكتب له البايثون ده، هوريه لك، ده سهل جدا يتكتب، هتشوفه دلوقتي ونكتبه مع بعض. هو بس مجرد ايه لما يحصل كراش قول لي اللينث بتاع البافر ساعتها، صح؟ مش انا ممكن اكتبه سكريبت؟ لا انا مش هكتبه لك سكريبت. عارف هجيبه ازاي؟ سهل جدا، بص كده، مش دي دي الحاجات اللي في الستاك؟ انا كتبت بايه؟ ايه الحاجه اللي انا كتبتها؟ ايه الارقام، ايه الحروف الأسكي. او الارقام اللي كتبتها الأسكي. اه اللي هو كام، اللي هو اسمه ايه، اللي هو الاكس ايه 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 ايه. خلاص هنزل هنا على الستاك، دي الستاك، هدور على الاي اي 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 اولها واخرها. اه اولها فين الرقم ده؟ اولها ده صح، مش ده اولها؟ عند الادرس اللي اسمه كام، خلينا نكتبه الادرس الرقم كام، 00A2 00. انا ممكن اعمل لها كوبي على فكره، بيتر كوبي تو كليب بورد واحطها هنا. اوكي حلو. طيب تمام، فضل يكتب لغايه ما نزل لغايه فين في الميموري؟ استنى كده انزل كده لغايه ما نزل لغايه فين؟ لسه كمل لسه كمان بس اهو لغايه دي صح. كوبي تعال احطها هنا، تعال اكتبها كده. طيب يبقى الفرق بين دي وبين دي هو عدد الارقام، صح كده؟ طب ما تيجي نعرف الفرق بينهم كام كاركتر، تعال نعملها في اللينكس. بص كده هقول له افتح لي البايثون، بايثون 3 الانتربريتر بتاعي. انا كل اللي انا عايز اعمله ايه؟ هطرح عايزين نعمل الهكس ديسمال دي، اسف الهكس ديسمال دي من دي. طب تعال نعملهم نكتبهم مع بعض. الاولانيه كام؟ اهي كوبي، عشان طبعا ترتيب الميموري فهيبقى تاني واحده اللي هتتكتب الاول، بيست ناقص، بس كلمه ناقص كام؟ ده اول لحظه وانا كاتب لك الحاجات دي، انا هتلاقيها في الباوربوينت يعني. تعالى لو اتكينا على انتر، انا عملت حاجه غلط، عارفين انا عملت ايه؟ مش مسافه، لا او اكس، او اكس، عشان قلنا ان هو اكس اصلا هو مش فاهم هو بيقول ايه. هو مش فاهم انت بتقول ايه، عشان يحولها اكس. لا مش هيحولها بقى، هو هيطلع عشان يعرف اللي هي اكس. طلع كام؟ 2900 بالظبط. انا كنت حاسبهم الصبح، يمكن انا طلعت خطوه زياده ولا حاجه، انا حسبت، بس انا اتاكد بس ده كتبته صح. تمام، هو 2988. يبقى هو كتب كام ايه هنا بقى؟ كام ايه؟ 1988. كام واحده؟ 88. ممتاز جدا. تعال بقى نرجع للخطوه بتاعتنا. يبقى انا اول حاجه عملتها، ركز معايا برضو، خليني اكبر دول تاني عشان تعرف احنا عملنا ايه. وطبعا هسيب لك الباوربوينت دي لان هي مش مشروحه خالص على الانترنت بهذا الشكل. اول حاجه خليني اعملها كده لحظه، شايفين الشاشه بتاعتي صح؟ اول حاجه عملت انا ايه؟ بعت اي كاركترز، لحظه انا اسف، عشان اتاكد فيها باور، فيها بافر اوفر فلو ولا لا، صح؟ انا خلصت خطوتين الاولانيين. طب الخطوه الثالثه قلت له ايه بقى؟ قلت
له لا هات لي بقى البريك بوينت بتاعك هاتها لي ونطرحهم من بعض عشان نعرف كام كاركتر. تعال نشوفها كده. يبقى دي اول خطوه صح؟ دي كانت اول خطوه، عملت كونكت لقيته شغال، بعد كده عملت سبايك وبعت كاركترز ليه. طيب تاني خطوه بقى عملت ايه؟ قلت له استنى بقى هات لي الميموري ادرس اول واحد، اول حته كتب فيها واخر حته خلصوا فيها، تمام؟ اللي هو 90 سي ده ولا 98 وات ايفر. وطلع فعلا 2988. حلو كده؟ سهله ولا صعبه؟ كويسه. طيب جبتها منين؟ جبت العناوين وقلت البايثون اطرحها لي انت، لان انا ممكن نطرحها بس يعني هيبقى موضوع يعني صعب ان احنا نعمله، تمام؟ لازم نحوله الباينري ولا نحوله الدسمو ونطرح، بس على ايه؟ البايثون هيعملها لي، تمام؟ طيب ممكن تستخدم برغم انا عارف ان انت برضو مشيت على خطوات سايبر منتور، ممكن تستخدم الكود ده؟ اه طبعا ممكن، تعالى اوريه لك لو عايز يعني، بس انا لا افضله دلوقتي عشان ما لخبطكش. ادي اهو، هو طريقتك احسن يا داهر صح؟ انا شايف كده بصراحه لا كده اسهل يعني كده اسهل. قال لك ايه؟ قال لك بس خلاص ابعت لي بافر 100 وكل ثانيه زود عليه 100 كمان، ولما يحصل بريك هو بس بيقربها يعني، قول لي السترينث بتاعتك اللينث، اسبول لينث اللينث وقف عند فين. تعالى افصل لك ده. ده بيقول لك ايه؟ طبعا ده بايثون طبعا سهل، اديت قيمه اسمها بافر، تمام؟ وقلت له طول ما البرنامج شغال افتح لي ساكت، خلي بالك دي ملهاش لازمه كمان، افتح لي ساكت واعمل كونكت على ايه؟ على الاي بي بتاعي والبورت، تمام؟ حط لي فيه ترن، بس خلي بالك بص كده ترن هنا مكتوب ازاي قبل الحروف ترن، وحطيت لي الحاجات دي شايفها، فانا هحطها له برده في السكريبت بتاعي اللي هو ده، تمام؟ واول ما البرنامج يقف قول لي ساعتها اللينث بتاع البفر كان وصل لغايه كام، هتلاقيه برده قريب ل 3000 او 200 او 2900 وات ايفر. عايز تعملها كده اعملها، بس انا بصراحه لا افضل الطريقه دي، صعبه على الفاضي، تمام؟ هل الموضوع كده صعب ولا سهل لغايه دلوقتي؟ صح، ولسه خطوتين ثلاثه وخلاص، وهنضرب البرنامج ده وندخل عليه الشل كمان، تمام؟ طيب والدليل ان هو هنا تمام اهو كتب اي 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 اللي احنا كتبناه. طيب تمام خالص، نكمل ولا صعبه؟ يبقى تاني، يبقى احنا عملنا ثلاث خطوات بس. الخطوه الاولانيه بعتنا اي حاجه، اهي بعتنا اي حاجه في الملف اللي موجود ده، سيبك حتى من دي كانت تجربه، دول بس اللي عملناه. الخطوه الثانيه قلت له بس انت ضربت، قول لي بقى انت بادئ بكام ونهي عند كام. حلو كده، نكمل ولا صعب؟ تمام نكمل. كمل. حلو خالص. ستاب ثلاثه بقى انا كتبتها باكتر من شكل، انا كتبتها باكتر من شكل، بس انا يعني انا كتبتها بالشكل ده للاسف ارجع تمام، انا كتبتها بالشكل، خليني الاول اوريها لك الاول، ارجع انا فين لينكس بتاعي. تحبوا نمشي على السايبر منتور ولا الطريقه اللي انا ماشي بيها؟ لا ترى انت ماشي بيها احسن. تمام تعالى نمشي على دي. اللينكس بتاعي فين؟ ده لينكس؟ لا انا مش شايف ليه اللينكس بتاعي. لحظه انا وقفته اهو، تمام اقفل دي. بص كده انا كتبت بايثون طبعا قريب جدا برضو للراجل كتبه يعني، تعالى افتحه لك عشان تشوف هو شكله عامل ازاي، وسهل على فكره انا حاطه في الباوربوينت. قلت له ايه؟ قلت له امبورت سوكت، لان احنا هنفتح بنشتغل على بورتس واي بي، فيبقى هنفتح بورت، تمام؟ هنسمي السوكت ده اس، تمام؟ طيب هنعمل عليه كونكت يبقى اس، تمام؟ اللي هو دي، ونحل محلها باس كونكت، تمام؟ وهنحط الاي بي والبورت. شوف انا كتبت كام؟ انا كتبت اللينث بتاعي 2984، لا احنا قلنا 88 صح كده؟ صح كده، ده اللينث بتاعي. طب هعمل بايلود بقى، بايلود تمام؟ هعمله array
اول حاجه فيه اللي هو ايه الامر، صح صح ولا لا؟ ايوه صح، ده اللي هيتكتب في التيرمينال، ده اللي كتبناه في التيرمينال صح كده. ايوه بالظبط. طيب وبعديه بعد الامر، بعد الامر بعديه ايه؟ ايز صح. الاي دي فيها كم كاركتر؟ احنا قلناها فوق اللي هي ال 2988 صح. ده اللي انا عملته هنا، قلت له اضرب لي اي، طبعا عشان هو باينري انا حط بس كلمه بي باينري. انا كنت ممكن اكتب هنا على فكره، ممكن كنت اكتب له 200 الف، انت قلنا كام؟ 2988 كنت ممكن اكتبها كده يعني، بس خلي بالك انا هقعد اغير في دي كل دقيقه، فانا قلت احطها في مكان واحد وايه وما ادورش عليها بعد كده صح. 88 تمام، اضرب لي دي في دي. طيب بعد كده جوين، حط الاثنين جنب بعض وابعتهم بس كده تمام. ده اللي انا كتبته وده اللي انا كاتبه هنا في الباوربوينت، ده اللي انا كاتبه اهو. حد عنده اي مشكله قبل ما ننفذ الامر؟ اي مشكله؟ نوب. انا كل اللي عملته قلت له ايه، افتح لي ساكت وابعت لي. طبعا انا دي غلطت فيها طبعا، 200 2900، انا اسف لان كاتب الباوربوينت دي على الساعه 3 4 الفجر، فخليه 88. طيب تعال طبعا سيف دي عشان ما ننساش. كتبنا البايثون اهو صح، تعال ننفذ عليه سيف. تعال ندخل هنا، انا اسف، تعال نفتح ده cd desktop slash py. طيب احنا دلوقتي هنا صح، هنفذ الامر ازاي؟ هقول له dot واحد py، انا اسف dot واحد dot py، واحد dot py. قبل ما اتك انتر، هل انا ينفع انفذه دلوقتي ولا لا؟ لا مش لا، لازم تعمل لازم اعمله من جديد بالظبط. هو كراش، افتحه من جديد واقول له يا سعاده الباشا ستارت، انا بس عايز اشوف العدد اللي انا كتبته. بس انت هتقول لي ما انت لسه باقي بعت اي 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 اي. ايوه بس انا مش، انا دلوقتي عايز اتاكد ان انا صح، ان انا فعلا 2988 بيضربه صح كده ولا لا انا غلطان؟ ها قولوا لي هل انا صح ولا غلطان؟ انتوا معايا ولا فين يا جماعه؟ مظبوط. استقطع؟ انتوا معايا؟ احنا معاك، انت سامع؟ انا سامعك بالظبط. يبقى انا دلوقتي محتاج بس اعمل تيست للثيوري بتاعتي، اتاكد ان فعلا هم 2988. يلا نعمل له ران ونشوف. انا اسف. طبعا الاول اتاكد ان انا عايز باروت، عايز باروت. الاول تشينج مود، اتاكد ان انا كنت كاتبه كده تمام. تشينج مود تمام، اكس برضه اتاكد ان انا عامله كده تمام. تعال بقى ننفذه، اشتغل. نفع ولا لا ولا لم ينفع؟ اشتغل ولا لا وضرب؟ نفع نفع عشان هو عمل الاي اي بي وعمل ال مظبوط. فهمنا اول ثلاث خطوات عملناهم ليه. اول خطوه احنا بس جبنا حاجات، بعد كده عملت تيست للثيوري بتاعت ان انا صح. انا كده عرفت هو بيضرب عند ايه؟ 2988. سهل لغايه دلوقتي ولا صعبه؟ سهل. حلو قوي. طب بص بقى، انا دلوقتي عايز إيه؟ انا عرفت خلاص هو 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 بيضرب عند المنطقه دي، بس انا عايز اعرف، خليني ارجع هنا. انا قلت له دلوقتي انا عايز بقى اجيب ايه الاوفست بتاعته. انا عرفت ان هو ال 2900 whatever دي. طيب ماشي، بس انا عايز اتاكد من الـ الخانه دي، وعايز اعرف كمان هيكتب فيها ايه. خليني ارجع هنا. انا بقى بص كده، ارجع هنا لدي، انا اسف، ارجع لدي. انه ايز في دول اللي بيضربوا دول اللي جت عند الاوفست دي، انا مش متاكد تمام. ممكن نقعد برضو نجرب، بس احسن حاجه. طب ما انا بدل ما ابعت اي 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 اي، فانا مش عارف انه ايه فيهم اللي ضربت والترتيب بتاعهم. طب ما انا اقول لك على حاجه، طب ما ايه رايك نبعت باترن؟ باترن يعني ايه؟ بص كده، هو مش ممكن نطرحهم من بعض؟
بص هو ممكن الطرح والكلام ده كله، بس انا هوريك اسهل تتعامل ازاي اسهل يعني. بص okay. مش انا اي 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 كله مكتوب كده. طب هو ضرب عند الاي اي 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 اي، احنا عرفنا ان الاوفست بتاع، احنا عرفنا انه محتاج 2900 وريفر وريفر عشان يعمل الحركه دي، لكن احنا عايزين نعرف الاوفست الحدود بتاعته كانت كام. هل حد يقدر يقول لي انه اي اي احنا نقول ان 4 ايهات يلا ضربت انه واحد في دول شغالين نعرف. طب خلي بالك بقى، لو انا عملت A 1 2 3 بعدين B 1 2 3 C 1 2 3 D 1 2 3، طيب لو انا لقيت ان ده اللي ضربه مثلا، انا كده عرفت خلاص، عرفت بعد كام كاركتر، صح كده ولا لا؟ تمام. فانا هعمل pattern عشان بعد كده لما اجي اعرف ان ده اللي ضربه، ان رابع خانه، انا كده عرفت حدودي هنا فين وحدودي هنا فين. فهمتها دي؟ طب تعالى نكريت، تعالى نكريت. نكريتها ازاي؟ بال ام اس اف libraries اللي عندنا. تمام. بص بقى سهله جدا 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 جدا. خلي بالك انا كل ده عايز اعمل ايه؟ هعمل replace للإهاد دي تمام بشال كود، بس انا مش عارف بالظبط هيبتدي منين وينتهي فين، فانا كل اللي هعمله تمام اهو، خلي بالك دي كومنتس، انا ده مش حته في البرنامج يعني. كل اللي انا هعمله هستبدل الاي دي تمام بباترن عندي، بباترن اللي انا وريتها لك دلوقتي عشان اشوف بس هو الاوفست بتاعتي فين. طب ما تيجي نعملها مع بعض، تعال نعملها مع بعض. هعمل باترن دي ازاي؟ في تول عندي موجوده جوه ال الميرست بوينت بتعملها لي، تعال نعملها مع بعض. تمام، اسمها ام اس اف باترن بس كده. تمام، احنا قلنا له عايزينك تعمل باترن بكام واحده؟ 2988 صح؟ تعال نتك انتر. لا انا اسف، انا كتبت له اوفست ام اس اف فينوم، لان خلي بالك الاوفست ده الخطوه الثانيه، انا دلوقتي هعمل له بس كرييت. تمام، فين يا ربي؟ كرييت للباترن ده، شوف شكله هيبقى عامل ازاي، هتفهمها لما اكتب شكل داش ال واكتبها له كده، عمل له اهو. طيب يبقى انا دلوقتي كام؟ انا اسف مش عارف ليه كاتبها 88 بس كده. لو لاحظت هتلاقي ان مفيش حاجه بتتكرر. تمام، يعني اي حاجه يعني لو انا عرفت هي في المنطقه دي يبقى انا عرفت الرقم بتاعها كام البايت الكام الاوفست بتاعي كام. طب تعالى نبعتها، تيجي نبعتها، تعالى هنا هنبعتهم. دول هحطهم فين؟ حد فاكر؟ حطهم في البايثون جوه مكان البايثون ده، بدل ما انا كنت حاطط دي، لا انا هعمل كده هحط جواها الحاجه دي. انا اسف انا ما لحقتش كمان اعملها كوبي ولا ايه؟ لا انت ما عملتهاش كوبي، ما عملتهاش كوبي. طيب ماشي ماشي، انا عامله على العموم يعني، انا عامله كانسل دون سيف، انا عامله هنا كاتبه انا الصبح اهو خلاص حطيته يعني. تمام، انا حطيت الرقم الكبير ده قوي صح كده؟ تمام، يبقى انا كله قلت يبقى ده هيعمل ايه؟ هيقول لك انك واعمل دي واضرب، وعند الحته اللي هتضرب فيها قول لي بقى رقمها كام، لان هو ده اللي انا محتاجه الاي اي بي. انا ما يهمنيش بقى انت عملت اوفر ريت ايه تاني، انا محتاج بس اجيب الاي اي بي. تيجي نجربه مع بعض؟ تعال نجرب. تمام، اوبن هير. سي ام دي بتاع فين؟ للاسف من برومبت اللي ما كنتش فاتحه. طيب هو رقم كام؟ 2 صح؟ 2 بقى ده رقم كام؟ 2 ماشي. تعالى نروح نعمل ريستارت للسيرفر بتاعنا. فين الويندوز بتاعي؟ فين وفين وفين اهو ويندوز اهو اهو. تمام، نفتحه من جديد صح؟
ولا لا؟ لازم تفتحهم جديد، لازم افتحهم جديد مظبوط. كراش تعالى بقى ابعت له اقول له ستارت، اروح لللينكس، يلا مستعدين نعمله رن؟ مستعدين رن. جو اهيد. ضرب صح؟ ضرب عند كام بقى؟ هو حط الباترن اهي عند كام؟ العنوان ده، هو ده العنوان اللي انا محتاجه بقى، عايز اعرف ده بالظبط البايت الكام. تعالى نعمل له كوبي. طب هجيبه ازاي؟ نفس الحركه اللي انا عملتها من دقيقتين، مش انا قلت له كاريت؟ لا، انا هقول له بقى دلوقتي ايه الاوفست بتاعك. ناس الاوفست بتاعك من جوه ال 3000 تقريبا اللي انت عملتهم دول، الاوفست كام؟ هو ده كان كام يا ربي؟ هو كده مظبوط 3 8 حاجه كام؟ حد يغششني، كام كان كام؟ 3 8 ولا كام؟ كان لا كان 3 8 متهيألي. اه 3 8 بس لازم لما داش كيو. كيو بالظبط، داش كيو اهو. ممتاز، انا عرفت دلوقتي اللي بيحصل. المشكله عندي في الكام بقى؟ الاوفست بتاعي كام؟ 2003. بس احنا كده حليناه. يبقى دلوقتي احنا محتاجين نعمل ايه بقى؟ خلاص احنا جبنا ال 2003. ممتاز، هنقول له ايه؟ شال كود، ونحط 2003 ايه ايه ايه. بعدهم بقى نعمل ايه؟ نحط بقى هنا البوينتر اللي احنا عايزينه. ليه؟ لان هيكتب البوينتر ده مكان دي صح؟ تعالى كده نرجع تاني للبرنامج، تعالى بقى نفسرها تاني. هينزل 2003 هيكتب بيهم فوق في الاستاك. تعالى نعمل كده الاستاك بتاعنا والبافر اهو، هيكتب فيه كام؟ 2003 لغايه ما ينزل للريتيرن ادرس. يبقى كل ده قبل ده اللي هو ال 2003 هنا، كل ده 2003 صح؟ اللي بعد 2003 ده اللي هو ايه؟ الاي اي بي. حد فهمها كده؟ حد فاهمها ولا صعبه الحته دي؟ يعني بعد 2003 هيبقى هو الريتيرن، الريتيرن بتاع اللي هو الاي اي بي. طيب أوكي. احط بقى هنا ايه بقى؟ هو ده اللي انا محتاجه، الادرس بتاع الشال كود اللي انا هعمله. سهله ولا صعبه لغايه دلوقتي؟ تمام، خطوات كتير صح؟ تعال نعملهم تاني. هم ثلاث خطوات بس على فكره اللي احنا عملناهم من اول تاني. الاول قلت له انا هبعت لك اي انفورميشن تمام؟ بعد كده قلت له قول لي انت دلوقتي كام بايت تقريبا اتكتبوا في كل حاجه، ده عامه مش الاي اي بي بس، كل حاجه تمام؟ وبعت له قلت له طيب انا هبعت لك باترن من الرقم ده عشان اعرف انت عند انه واحد بالظبط وقف الاي اي بي بتاعك اللي هيبقى عليه النكست انستراكشن بتاعك، صح كده؟ وهو كل حاجه انا كاتبها في السلايدز دي. طيب الخطوه اللي بعد كده بقى ايه؟ ممكن اعمل تيست للكود بتاعي، بس انا مش محتاج اعمل لها تيست، خلاص احنا فهمناها يعني. الخطوه اللي بعد كده بقى اعمل ايه؟ قبل ما اكتب الشال كود والكلام ده، ايوه بص كده في مشكله بس بسيطه على فكره هتمشي، بس هي مارينا معانا ولا لا؟ وماريو ان هم ليهم في السي والحاجات دي. ماريو، طب ماريو معانا؟ طيب مارينا معانا اعتقد. النال كاركتر، حد عارف ايه هي النال كاركتر؟ قيمة فاضية، زيرو او مش زيرو فاضية. انا لو كتبت له كلمة هاي اري اهو، هنقول خلينا اعملها ارسمها احسن. هو ما شرحهاش بس يعني انا عندي فكرة بيها يعني في الحاجات دي. بص انا لو قلت له هنا اري وهسمي الاري ده باهر تمام؟ او بي، واحط فيه باهر، يبقى السي ما بتفهمش سترينجز، بتفهم كاركترز. يبقى باهر اتكتب ازاي؟ في الخانه الاولانيه بي، الخانه الثانيه اي، الخانه الثانيه اتش، الخانه الثانيه اي، في الخانه الخامسه ار. طب مش هيبقى فيه بعديه كمان اراي تاني لحاجه تانيه؟ طب اعرف منين ان انا خلصت الاراي ده؟ بنعمل حاجه اسمها نال كاركتر او سلاش ان، او بالهكس ديسمال بتاعتها اسمها OX00. معناها ايه؟
I terminated the array. أنا خلصت الأراي ده. فدي ملهاش أي علاقة بالشيل كود. يعني لو اتحطت ده مش أمر. هيعمل terminate وخلاص. فأشيلها من هنا. سهلة ولا صعبة؟ سهلة دي ولا صعبة الحتة دي؟ أنتوا معايا يا جماعة ولا فين؟ تمام سهلة. سهل. أنا كل اللي هعمله بس إيه؟ لو أنا لقيت في الشيل كود X 0 0 أشيلها. بس كده. مش محتاج تعرف حاجة تانية. حلو كده؟ نكمل آخر خطوة بقى ولا لأ؟ ولا من خلال الأسبوع الجاي؟ لا معلش هو أنت هتعرف إزاي اللي هو في X. ممتاز. ممتاز. معظم البرامج بقدر أجيب الأكواد ده بتاعتها وأقدر أقراها. يعني حتى اسمه إيه ده هنا؟ هنا؟ بافر قايل لك هنا قايل لك ازاي قال لك انت هتجيب الكود وتبص عليه بس خليني اوري لك شكلها عامل ازاي طبعا لما هتجيب الكود وتبص عليه هتقدر تقول اللي هي الاصفار والكلام ده مش بس كده كمان ما تيجي تبص عليه بص كده على الكود ده الحته دي بادئ بكام 01 اللي بعدين المفروض يبقى كام 2 3 وهكذا صح انت كل الناس محتاج تبص على الاكواد دي لو لقيت حاجه اف هتشيلها بص كده بعد الثلاثه كام اربعه صح لكن هنا المكتوب كام بي صفر طب بعدين والمفروض يبقى كام خمسه مكتوب هنا كام بس الباقي تمام سته وسبعه وتمام فانت ممكن تطلع الباد كاركترز ودي سهله بتلاقيها يا اما بس ايه تفادى اللي هي الزيرو اكس هوري لك تكتبها ازاي دلوقتي يعني ديك شايف دول ارا يعني ارا ارا سبيس يعني تمام سهله ولا صعبه الحته دي اعرف بس ان هو الاكس صفر صفر دي فيها مشكله احنا ينفع نعمل اديت ممكن نبص على الدمب طبعا نبص على الدمب احنا بنقول له شو مي الفاليو في الدمب طبعا احنا قلنا له من جديد تمام انت شايف هنا لو مثلا لو قلت له مثلا show me the value دي في الدمب follow in dump هيبتدي يوري لك يعني في حاجات هتلاقيها متكرره في instructions بايظه بس انت ما تلعبش في كل الكلام انت هتلاقيها على النت وخلاص وجيبها بدل ما يبقى الموضوع فيه مشكله بس اللي انا شفته للبرنامج ده ال x 0 0 هو اللي فيه المشكله ف anyway خلينا بس نعرف ان هو ال x 0 0 هو اللي مشكله دلوقتي طيب كده سهل ولا صعب نعمل اخر خطوه طيب بص بقى نيجي على اخر خطوه اخر خطوه وعملها بصعوبه جدا 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 قال لك نزل برنامج اسمه مونا واعمل بيه مش عارف ايه والكلام ده صح صح اللي اتفرج على الفيديوهات مين انا اتفرجت على الفيديوهات شفت انت موضوع مونا لازم تنزل مونا ولازم تعمل قصه طويله قصه طويله اقول لك بقى الاحلى منها والاسهل اسهل خالص بص كده مش انا عايز انا كل اللي انا عايز اعمله دلوقتي ايه ان انا اقول له الاي اي بي ده خليني افتح لك الانوتيشن عشان تشوف انا كل اللي انا عايز اقول له ايه الاي اي بي ده شاور لي على الاي على الاي اس بي انا اسف طبعا مش اهو الاي اس بي ده صح الاي اي بي هيشاور عليه والاي اس بي هيبقى من اوله بدايه الايه الكود اللي احنا هننزل عليه صح كده صح ولا صعبه طيب انا دلوقتي عايز اعمل من الاي اي بي جامب للكود لو انا كتبت له الرقم اللي عندي ده ما هو ممكن يتغير في بعض الاحوال يتغير طيب انا محتاج ايه محتاج اشوف حاجه بتعمل جامب اصلا في البرنامج على الاي اس بي ده وهي دي اللي هعمل بوينت عليها فحتى بغض النظر حتى لو يعني الحاجه دي هنقول مثلا هي لما بتيجي البرنامج بتشاور على الاي اس بي بغض النظر هو فين هي هتشاور عليه طب نجيبها ازاي سهله جدا جدا كمان حد عارف ازاي احنا ممكن نجيبها بالمونا على فكره ممكن نجيبها بالمونا يعني بس انا مش عايز استخدم المونا عشان ما اصعبش عليكم الامور
انا كتبت اعملها ازاي. يعني تكتب مونا موديول هيفتح هتدور على الحاجات اللي ما فيهاش بروتكشن على الميموري وتدور عليها وتجيب الحاجه بتاعتها. لا انا مش هعملها لك كده. عارف اعملها لك ازاي؟ اوريها لك. بص بقى، بص الملفات دي محمله ايه؟ محمله حاجه اسمها دي ال ال معاها. دي ملفات بيبقى في الغالب ما فيهاش بروتكشن في الويندوز. طيب اول ملف من دول دي ال ال تبع البرنامج اسمه ايه؟ انا اتكيت على الاي بس. اول ملف من دول اسمه ايه؟ دي ال ال. فينه؟ انا واحد في دول انا واحد في دول سامعيني ولا لا؟ سيستم موجودين على اليمين. سيستم 32. لا انا قصدي اسمهم من الشمال، من اليمين، من اليمين. اي اس اس. اي اس اس ده صح. هدخل عليه، هدخل عليه، هتدخل عليه ليه يا باهر؟ لان دايما الدي ال ال معظمها بيبقى ما فيش بروتكشن على الميموري. يعني لو هي قالت روح لاي حته هيمشي عادي. طب تعالى كده نشوف اهو. طب ماشي باهر، انا دخلت على الدي ال ال. ايه بقى؟ ايه مش فاهمك. اعمل كنترول واف. انا عايز حاجه بتقول جواه جامب الاي اس بي دي اللي هقول الاي اي بي يروح عليها. طب نقول له فايند كده. فيها جامب دي ولا لا؟ فيها ولا لا؟ ها مين يقول لي فيها جامب الاي اس بي ولا لا؟ في جامب الاي اس بي وفي جامب على عنوان كام؟ على العنوان بتاع على العنوان بتاع الريتيرن اللي هو كام؟ اللي هو كام؟ قوله لي بقى. 625 مش شايف كويس. 625011 اي اف صح؟ اها. يبقى انا دلوقتي بس كده احنا كده خلصنا البرنامج. يبقى احنا هنحط في الاي اي بي ده، هنحط فيه ايه قبل ما نكتب الشيل كود؟ هنحط فيه العنوان ده. فلما يجي عند العنوان ده هو رايح للدي ال ال، الدي ال ال هو بينفذها تبع البرنامج. يقوم الدي ال ال يقول له روح لفين؟ للاي اس بي. والاي اس بي هنا بقى هيبقى من بدايته هو هيبقى في الشيل كود بتاعه. بس كده. سهله ولا صعبه؟ سهله دي ولا صعبه؟ لا معلش، بالراحه تاني. تاني. انا عايز اشاور من الاي اي بي ده اشاور على الاي اس بي صح؟ دلوقتي على انا ايه يا باشا بتقول ايه ده؟ ما سمعتش ناس. ايه؟ اوكي. كنت هقولها تاني. يعني هو احنا دورنا على جامب. احنا كل احنا لا سيبك من جامب دلوقتي. انا عايز الاي اي بي يشاور على ايه؟ على الاي اس بي صح؟ عشان احنا قلنا ان احنا الاي اي بي ده احنا هنا هنحط شيل كود، هنقول له الاي اس بي اللي هو من تحت البار اللي هو التوب اوف ذا ستاك روح عنده وانزل للشيل كود صح كده؟ تمام. طيب انا هعملها الحركه دي ازاي؟ انا عايزه يشاور على الاي اس بي صح؟ طيب الاي اس بي بتاعي، الاي اس بي بتاعي ده انا لو انا كتبت القيمه بتاعه الاي اس بي ممكن تتغير. طب انا اجيبها ازاي؟ طب ما انا عندي اي برنامج لما بيفتح في بيقول له خزن قيمه الاي اس بي عندك دلوقتي. الحاجات دي اسمها دي ال ال. الحاجات دي اسمها ايه؟ دي ال ال. طيب خلاص، فانا هقول له افتح لي يا سيدي البرامج، افتح لي الملفات اللي بتحمل مع البرنامج. دي الملفات دي، في ملفات ويندوز على فكره احنا ممكن نجربها. يعني اعتقد ده الام اس في سي ار تي فولنربل، بس انا هقول يعني خلينا في ده لان هو تبع البرنامج. هنقول له هيفتحها. فتحتها. طيب فتحتها، انا عايز ادور دلوقتي فيه على ايه؟ على انستراكشن بيقول ايه؟ جامب للاي اس بي. هتك على كنترول كنترول واف اللي هو فاين، واقول له جامب للاي اس بي. فاين. لقيت الـ 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 القيمه بتاعتها ولا لا؟ اوكي ماشي. دي بقى اللي هحطها هنا. تعالى كده بقى، دي اللي انا هحطها هنا اللي بعد الايهات. بعد الايهات محتاج احط ايه؟ القيمه ده هي. فهمتها؟ لسه انا ما حطيتش الشيل كود، بس انا بقول له يشاور على ايه عشان يبتدي من عنده. فهمتها كده يا باشا ولا لسه؟ فهمت كده. تمام خلاص. بس خلي بالك احنا عشان بنستخدم حاجه اسمها انديان اسامبلي من فوق لتحت وكده، فاحنا بنبتدي دايما بالاخر
تمام؟ يعني احنا مش هنحطها زي ما هي كده، لا هنعكسها، هنحط طبعا اكس لان احنا قلنا هكس ديسمال. نكتبها ازاي؟ اي اف 11 50 24. تيجي نجربها ونشوف. تمام. طيب احنا اتفقنا ان احنا هنبقى عايزين من الاي اي بي يشاور على الاي اس بي. طيب ايه اللي هيعمل كده؟ ملف دي ال ال هو بيبقى في الغالب ما فيهوش اي بروتكشن او اي حاجه زي كده، فبيبقى اسهل ان احنا نستخدم دي ال ال. الدي ال ال ده مجرد ان هو ما فيش اي بروتكشن على الميموري، والمشكله كمان ان احنا حتى في الاي اي بي لو قلنا شاور على الاي اس بي ممكن العنوان يتغير، ممكن اي حاجه، لكن الدي ال ال هو لوحده بيبقى بيشاور على الاي اس بي. فاحنا هنستغل النقطه دي، فهنتك على الاي هنا الاي وهنقول له هات لنا الدي ال ال ده. الدي ال ال ده تبع البرنامج، هتك عليه وبعدين هنضغط على كمان او كنترول واف. احنا عايزين كلمه جامب للاي اس بي ونجيب العنوان ده، وهو ده اللي هنحطه في الاي اي بي. يبقى هنتك عليه فايند، لقيناها اهو، هو ده العنوان اللي احنا عايزينه، هو ده. فهناخد العنوان ده دلوقتي، هناخد العنوان ده تمام، هعمل له كوبي. فين كوبي؟ ادي كوبي اهو. تمام، انا بالفعل كنا كاتبينه في السكريبت، هو اهو حطيته هنا. بس لما هنيجي نكتبه بعد الاي اي 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 والكلام ده كله لازم نكتبه باكوردز. فهنكتبه ازاي باكوردز؟ يبقى الاي اف في الاول، ال11 بعدها، ال50 بعدها، ال62. ده لان الميموري دايما بتحط عشان الهاير واللور في الادريسز بتتكتب باكوردز. طيب تمام، تعالى بقى ايه نجرب السكريبت ده. هنرجع تاني، هنعمل هنا اتاتش تاني من جديد. كل اللي احنا هنعمله هنقول له هنتك هنا على دي عشان بس عايزين نروح لجو تو ادريس يعني، وهنقول له الادريس ده اللي احنا عاملين له كوبي تمام، وهنعمل عليه بريك بوينت. هنضغط بس ضغطتين عليه عشان نتاكد لما نفتح البرنامج هل هيجيب هنا نفس الرقم ده ولا لا قبل ما يوصل له ما يكملش يعني بعد. طيب هنقول ستارت. تعالى بقى نعمل رن للسكريبت ده تمام، هو اللي احنا كنا كاتبينه من حبه. انا اسف، خليني افتحه. ده اللي هو نفس اللي احنا كاتبينه، افتح البرنامج بس حط ابعت بدل ما انت تبعت اي 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 اي، لا هتبعت 2003 اي اي وهتحط عليهم الادرس ده. فتعالى نشغله ونشوف هيعمل ايه. هنا هندخل على الديسكتوب تمام اهو، وبعدين هنفتح بقى البرنامج اللي هو دوت كام دوت 3. يبقى دوت 3 دوت باي تمام، جاب الاي اي بي بيشاور على ده. ولما هيشاور على ده هنحط بقى في الاي اس بي، او يعني هنحط دلوقتي بقى ايه اللي هو الشيل كود بتاعنا، اللي هو الشيل كود او الكود اللي هو يعتبر ماليشس بقى. طيب هنكتبه ازاي الشيل كود ده؟ بسيطه خالص، انا كاتب الامر هنا هو يعني بكل سهوله يعني. انا هقول له افتح الام اس فينوم، وهنقول البيلود بتاعك هو الويندوز شيل reverse TCP. ده ان انت نعمل reverse shell، reverse command prompt هيتوصل بيه جهازنا من جهاز الضحيه، يعني الويندوز ده هيحاول يتوصل بينا عن طريق الكماند برومبت تمام. وطبعا هحط الاي بي بتاع جهاز الكالي والبورت اللي انا هفتح عليه، اي بورت doesn't matter يعني. اكس فانك دي يعني مثلا خليه ستيبل بس، والفايل تايب طبعا السي لانه معمول بالسي، وهو اكس 86 لو طبعا في حاجه 64 ده موضوع تاني بس برضو يمشي الموضوع ده فيه. واعمل اسكيب للكاركترز دي لان احنا قلنا ان ده باد كاركتر. طب تعالى نعمل له كوبي عشان احطه عندي، هجهزه على طول اهو. طب تعالى بقى نروح للكمان برومبت بتاعتنا بيست. طبعا هنشيل دي بس، واي كوتيشن مارك شكلها مش مظبوط انا هنشيلها برضو اهو. تمام كده تمام.
كده تمام. هنقول له enter. تمام. ده الكود بتاع ازاي يفتح كمان prompt. فانا هاخد ده معانا. هاخده خلاص كده. تمام. copy. واحطه في السكريبت عندي. انا فعلا كاتبه بالفعل. اهو. هنحطه هنا. مكان دول. طب ايه ده بقى؟ انا قلت له بس الاوفرفلو ده اللي هو الكود الماليشيس كود يعني. طيب هنحطه فين؟ قلنا له الشال كود بتاعنا هو زي ما احنا كنا لسه كاتبين في ثلاثه. الشال كود بتاعنا whatever characters doesn't matter. تمام؟ لغايه ما نوصل للادرس بتاعنا اللي احنا كاتبينه اللي هو ده. بس قبل ما احط الاوفرفلو انا عايز padding، عايزه زي ما انا وريتكم دلوقتي ان حتى لو اتغير العنوان او في اي مشكله يقدر ينزل عليه. طب هنحط اللي هو البادنج دي ازاي؟ احنا بنقول عليها نو اوبريشن. خلينا اوريها لكم هنا اهي. احنا عايزينه نشاور على دي، بس احنا عايزينه يفضل يمشي لو ما فيش اي اوبريشن ينزل عليها حتى لو مكانها اتغير. فانت زي ما انت شايف كده زي اكنه زحليقه يعني. تمام؟ او تزحلق لغايه ما تنزل عليها يعني. تمام؟ تمام. ماشي خلاص كده. كده تمام. هنسيفه. سيف. تمام. تعالى بقى نعمل له الرن ونشوف ايه اللي هيحصل. ايه نبتدي البرنامج من جديد اهو اهو. بس طبعا هنفتح الان كات برضو لان احنا قلنا ده هيبقى ريفرس شيل. ف تعالى على كالي. هقول له الاول قبل ما اعمل له الرن ولا اي حاجه اقول له افتح لي، خليني افتح واحده من جديده. هقول له افتح لي النكات على البورت ده. فتح اهو ليستنج. لو عملنا السكريبت ودخل عليه يبقى 100 100 كده تمام، احنا كده على الجهاز عنده. طيب تعالى نعمله بقى. احنا قلنا ان هو دوت 4. نعمل له run دوت باي. فوالا وير ان. طبعا كنت ممكن عشان هو كده انا جوه الجهاز ممكن اخليه اعمل طبعا احاول اظبطه ان احنا نبقى ادمنستريتور، بان انا كنت ممكن ازود كمان في الكود بتاعي. تمام خليني اوريك هنا حاجتين بس صغيرين. كان في فين في بلاتفورم، في اكتر من بلاتفورم كنت ممكن استخدمها. خليني بس انزل عليها اللي هو حاجه اسمها شاكيرا. خليني اشوف حتى يعني كنت ممكن بس ازود هنا داش. تمام. وكنت ممكن اقول له خليني اعملها كده، انا بس عايز اجيبها لحظه واحده اكتبها. ادي الشيل كود اهو هكتبه حالا. طبعا لحظة واحدة اللي هي طبعا احنا دلوقتي جوه الويندوز يعني حتى لو كتبنا داير whatever احنا شغالين جوه الويندوز ده بقينا تمام على الجهاز يعني. بس في انا ممكن ازود له اللي هي الجزء ده لحظة واحدة لو عايزين. بس يعني anyway هو كده احنا على الجهاز يعني. بس لو انت عايز تزود هوري لك احنا كنا ممكن نزود ايه يعني. اهو طبعا احنا قلنا لغاية كده x86 و تشاكارا ده تشاكارا جاي ده او يعني ده هيزود كمان ويظبط البيلود بتاعه. بس anyway مش محتاجينها دلوقتي. على العموم احنا اتعلمنا ازاي نعمل بيلود ودخلنا عنده على الجهاز ونقدر دلوقتي ندخل عنده على الجهاز ونشوف كل حاجه وكده يعني. تمام. طيب دلوقتي انا قلت ادخل على اهو لحظة. احنا دلوقتي جوه الويندوز بتاع الشخص ده. فانا هعمل ايه؟ هكتب net user. الاول انا هكتب who am I. Who am I. طلع ان انا اسمي مي. طيب تمام. انا مش طبعا هو احنا كده ادمن بس anyway خلينا اتاكد ان انا ادمن. هكتب net user me. تمام. ادمن. ادمن account. وبكده انا معايا privilege ان انا اعمل اي حاجة على جهازه عن طريق الشل. فكده احنا اعتقد غطينا كل حاجة. الخطوات تاني سهلين جدا. هم دول الخطوات. طبعا انا كاتب كل الكمانس هنا لو حد عايز يرجع لها. دي الخطوات اللي احنا عملناها النهارده.
يمكن خدوا بعض الوقت بس هم سهلين يعني، ما كانوش صعبين، وهشيرهم ان شاء الله مع الفيديو يعني، هشيرهم وهشيرهم برضو على يوتيوب، هشير الفيديو وهشير معاه الكمانس دي. تمام. طيب معلش الموضوع خد وقت طويل حبة، بس كنا عشان الارقام وكده وكان لازم نشرح. طيب على العموم الف شكر يا جماعه، انا هوقف التسجيل ولو حد عنده اي سؤال ممكن يبقى يبعت لي على الخاص. تمام، وقف التسجيل.